الخير على حضراتكم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة نهاية الأسبوع. هي الكلام أكتر هيكون على يمكن مباراة الأهلي والمقصة يوم السبت، يمكن اتأجلت فرحتنا شوية بحسم الدوري، إن شاء الله تكون يوم السبت. 3 نقط غالية بإذن الله، نتمنى إنه الأهلي يقدم عرض كويس وإنه ياخد 3 نقط دي اللي خلاص بإذن الله تكون رسميا حسم الدوري. كمان هيكون النهاردة هنقول لحضراتكم تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في الجزيرة، واللي هيناقش ملفات كتيرة قوي مهمة جدا، هنتابع حضراتكم بالتفاصيل. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، مساء الخير على كل أهلاوية اللي بيتابعونا في حلقة السادسة. أنت متأكدة أن ماتش السبت يوم الحسم؟ إن شاء الله نتمنى يا أحمد إن شاء الله. بس على كل الأحوال بعيدا عن حسم البطولة اللي قلت لحضراتكم تقريبا أنها في الجزيرة خلاص، يعني ما بنفكرش فيها كتير إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا يهمني نحسم البطولة بدري عشان تبقى الدنيا أكثر هدوءا أكثر استقرارا، زي ما بيقولوا عندنا أهداف تانية محتاجين نشتغل عليها، خصوصا أنه واحدة من الملامح المهمة الماتش اللي جاي. الحقيقة احنا طول السيزن من بعد ما رجعت أو تم استئناف النشاط الرياضي كان عندنا مشكلة في الخطوط الأمامية، يعني كان بادجي مش هو بادجي اللي احنا شايفينه دلوقتي، مش أحسن حاجة في الدنيا، بس الراجل قدم أوراق اعتماده خلينا نقول، والجماهير بتراهن عليه في الفترة اللي جاية، وهدف وجاب أكتر من جول وارتفعت عنده الحالة المعنوية ومستوى الثقة. الأجنحة ابتدينا نرجع، يعني كهربا رجع من الإيقاف، الشحات الحمد لله ابتدى يدخل وشارك النهاردة في التمرين الجماعي للفريق. ففكرة الخطوط الأمامية أو الخطوط الهجومية للنادي الأهلي اللي كان عندنا فيها مشاكل إلى حد كبير جدا بدأت تستقر، لكن الناحية الثانية ضربت من ورا، يعني خطوط الدفاع عندنا وحراسة المرمى أنا بتهيألي إنها صداع مزمن وعلامة استفهام كبيرة جدا في دماغ الجهاز الفني. حضراتكم عارفين طبعا متولي بعيد وغالبا السيزون ده خلاص بره الصورة. عندنا ربيع الماتش اللي فات شد، مش عارف هيبقى جاهز الماتش اللي جاي ولا لا. عندنا ياسر ابراهيم ان شاء الله باذن الله نطمن عليه النهارده، كان في مسحه كورونا، فبالتالي المساكين الرئيسيين عندك تقريبا غايبين لا قدر الله في حاله اصابه او ايقاف حد ثاني، وما فاضلش غير ايمن اشرف، ويعني احمد فتحي ممكن يدخل، لا تبقى ازمه كبيره جدا. نفس الحكايه في حراسه المرمى، طبعا الشناوي مقدم سيزون ولا اروع، والحقيقه يمكن فكرة انه الشناوي هو نمرة واحد في مصر النهاردة ما بقتش محل خلاف، لكن ورا منه علي لطفي ومصطفى شوبير، علي لطفي برضه للأسف شديد جدا كورونا، يدخل برضه لا قدر الله إصابة أو إيقاف تبقى عندك أخماس في أسداس زي ما بيقولوا. على كل الأحوال نطمن إن شاء الله على فرقتنا، والنهاردة يمكن بعد توقف لمدة 24 ساعة بعد ماتش الاتحاد، امبارح كان راحة، النهاردة الفرقة رجعت تتمرن تاني استعدادا لمباراة المقاصة، هنتعرف على آخر أخبارها وهنتعرف كمان على حالات اللي كانت يعني تعرضت لاصابه في الفتره الاخيره، ايه اخر التطورات وايه الاخبار. قبل ما ندخل في تفاصيل اخبارنا خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مره ثانيه على طول. اهلا وسهلا مره ثانيه بحضراتكم في السادسه، ويمكن زي قبل الفاصل ما كنا بنتكلم النهارده الفريق رجع مره ثانيه استعدادا لمباراه المقاصه، وهنتعرف على اخر اخبار التدريبات وهنعرف كمان حاله اللاعبين، يعني عايزين نطمن مبدئيا كده على الشحات اللي شارك النهارده في التمرين الجماعي، عايزين نطمن على رامي ربيعه نعرف موقفه من الاصابه وهل هيكون جاهز لماتش المقاصه ولا الموضوع محتاج وقت اطول. الاهم طبعا ان احنا نطمئن على سلامه اللاعبين ونعدي كمان على التطورات والموضوعات اللي هيطرحها مجلس الاداره للمناقشه النهارده. زميلنا شريف شعبان موجود من داخل ملعب تيتش. مساء الخير يا شريف. طبعا دي لقطات زي ما حضراتكم شايفين من تمرينه النهارده. خير، تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك ساره، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل انا كنت متواجد في ملعب التيتش، ولكن يمكن انتهى التمرين منذ قليل، التمرين اللي بدا في 5 زي ما بدات وزي ما قلت، وفرحنا كل جماهير النادي الاهلي النهارده ظهور حسين الشحات نجم النادي الاهلي، يمكن شارك في المران بالكامل، المران البدني والمران الفني اللي كان في التقسيمه، وشارك في التقسيمه بكل قوه وبيعلن جاهزيته. ممكن ما بقاش لي تواجد في المباراه القادمه، ولكن من الحيث الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه بيعلن حسين الشحات جاهزيته، واصبح الان الامر في يد مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. لو حب تحت السيطرة، انت شايف انه وزنه ومستوى لياقته البدنية يعني حسين قريب ولا شايف بعيد وقدامه شوية يا شريف؟
حسين الشحات اصبح جاهز 100%، وزنه مثالي، هو من نوعيه اللعيبه اللي مش بتزيد بسهوله يعني. هو وزنه جسمه قليل شويه فما بيزيدش خالص، يمكن طبعا يعني حاجه كويسه جدا لحسين، ما بيزيدش خالص، وزنه مثالي خالص ويمكن اقل من الوزن الطبيعي كمان. حسين جاهز خالص لاستئناف مباريات، وكان فرحان جدا اتكلمت معاه النهارده قبل بدايه المران، فرحان جدا بكل ثقه الجماهير اللي بتتكلم عليه في كل مكان، عاوز يعوض كل فتره اللي فاتت، عاوز يجهز في مباراة الدوري علشان ماتش الوداد. بيقول لي انا مش شايف قدامي غير ماتش الوداد، بحلم ان انا اجهز بسرعه في مباريات الدوري عشان اكون جاهز في مباراه الوداد. حلم لكل لاعبي النادي الاهلي الفوز بالبطوله الافريقيه. طمنا على ياسر ابراهيم وعلي لطفي، احنا عارفين ان هم عملوا مسحه كورونا النهارده الصبح. تمام مظبوط، من الكواليس فعلا ياسر وعلي لطفي وديفيد عملوا مسحه كورونا اليوم خارج النادي وفي انتظار النتيجه، وبكره هيكون في ايضا مسحه بعد مران النادي الاهلي. بكره مش هيتمرنوا بس هيجوا يحضروا برضو المسحه من خارج النادي عشان يطمئنوا اكتر. برضو مش خبر رسمي ولكن علمته من الكواليس ان المسحه نتيجتها سلبيه، ولكن برضو هنتظر تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ليؤكد هذه المعلومه او لا. وكده كده اصلا بكره كمان في اعاده المسحه تاني، فبكره هنطمن اكتر على ياسر وعلى علي لطفي طبعا وديفيد المدرب العام. لكن بطمنكم الامور مبشره، الامور كويسه. رامي ربيعه كلمت مع رامي ربيعه ويمكن عنده يمكن شد في العضله الخلفيه وعمل اشاعه النهارده، وطبعا ونظر الاشاعه الدكتور خالد محمود. دكتور خالد محمود قال لي بكره هيبان اكتر اذا كان رامي جاهز للمباراه ولا لا، ولكن يعني نقول 50-50 ممكن بيبتعد بعض الشيء عن مباراه المقصه اللي هتكون يوم السبت، خوفا على رامي. ممكن يلعب، ممكن يربطوه ويلعب، ولكن الجهاز الفني والجهاز الطبي بيبقى حريص على مصلحه اللاعب اهم من اي مباراه، اهم من اي نتيجه للفريق، بيبصوا لمصلحه اللاعب، فاللاعب بيبتعد يمكن نوعا ما عن مباراه المقصه. الاهلي صعد حارس ناشئ اسمه حمزه علاء علشان يتمرن مع الشناوي ومع مصطفى شوبير النهارده، تمرين قوي جدا للحراس. حسين الشحات قبل نزول التمرين عمل جلسه مع فايلر ومع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، قالوا له بقى يلا يعني ايه القصه في ملعبك دلوقتي والكره في ملعبك، ورينا بقى وفرجنا ابداعاتك، تألق في انتظارك. وحسين متحمس جدا لكلام فايلر، كلام مدير الكره. وحسين يعني وعد ان الجهاز الفني النهارده هيظهر بصوره تليق باسم حسين علشان خاطر يسعد كل جماهير النادي الاهلي. طبعا في ايقاف المباراه القادمه احمد فتحي، محمد محمود بيقترب. سالت الدكتور خالد محمود قال لي محمد محمود يمكن ممكن ينزل يشارك من بكره، ولكن احنا صابرين عليه مش مستعجلين عليه. معلش يا شريف في الجزئيه دي وتلاقيه بيشارك خلاص. خليني اسالك من متابعتك لتدريب النهارده، يعني انت عندك فتحي غايب، عندك متولي غايب، عندك ربيع احتمال كبير جدا يكون غايب، وياسر ابراهيم برضو حتى لو ان شاء الله نطمن عليه بكره بعد المسحه الثانيه، لكن يعني بقى له فتره ما بيتمرنش او بعيد، فبالتالي ما اعتقدش انه هيكون جاهز لماتش المقصه. قرايتك لتجهيز الجهاز الفني لخط دفاع النادي الاهلي اللي يلعب ماتش المقصه مين؟ يعني النهارده التدريب كان شكل خط دفاع الاهلي اللي هيلعب المباراه ايه؟ ما يبانش في تمرين النهارده، لان تمرين النهارده طبعا كان المشاركين كان تمرين ريكفرنج، واللي ما شاركش في مباراه الاتحاد كان تمرين قوي النهارده، فما يبانش، يبان في تمرين بكره. ولكن مستر فايلر يعني عنده حلول كتيره، يعني ممكن تلاقي محمد هاني بيلعب سيرد باك جنب ايمن اشرف، ممكن بقى اي حد من وسط الملعب يلعب باك يمين، فهتلاقي حلول. النادي الاهلي بيمتلك لاعبين على اعلى مستوى، فهتلاقي حلول في الملعب، هتلاقي اذا كان في البقرايت او في السيرد باك. الاهلي ما عندوش مشكله، الاهلي ما بيقفش على حد، كلهم نجوم وكلهم بيساعدوا بعض على تدوير النادي الاهلي. لعيبه زي بما ان مباراه يوم السبت ممكن تكون مباراه الحسم يعني، ولا ما فيش اي نوع من الضغط ده على اللعيبه؟ فايلر قبل بدايه المران يمكن يتكلم مع اللاعبين حوالي خمس دقائق، واتكلم معاهم عن مباراه الاتحاد واغلاق صفحه الاتحاد، مباراه الاتحاد بالكامل والتركيز فقط في مباراه المقصه. العبوا كورتكم، ما تخافوش، ما تتشدوش، ما تتوتروش، الدوري احنا خلاص حسبناه، فنلعب كورتنا العادي، الجماهير هتصبر عليكم. فالنهارده فايلر بيحاول يخرجهم من حاله العصبيه اللي كانت موجوده، حاله التنشان اللي كانت موجوده عند لاعبي النادي الاهلي. الحاله المعنويه كويسه جدا، النهارده اللعيبه بتتمرن بكل اريحيه، بيتكلموا في التمرين ان هم لازم يعوضوا النقطتين اللي فقدوهم امام الاتحاد السكندري امام المقصه. هتكون مباراه طبعا صعبه، فريق المقصه فريق قوي معاه مدير فني كبير هو كابتن ايهاب جلال، ولكن لاعبي النادي الاهلي يعني من اللي شفته النهارده في التمرين لا 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 هيقدموا صوره مغايره خالص عن مباراه الاتحاد السكندري. مستمر معاكم لو اي كواليس عن مران قبل ما نتكلم على مجلس الاداره. يهمني برضو، انا عارف ان النهارده في اجتماع مهم جدا، في عدد من الملفات والموضوعات اللي مطروحه للمناقشه في بين مجلس الاداره، يهمنا نعرف اهم الموضوعات
الموضوعات دي، وايه التوصيات او الاقتراحات او القرارات المرتبطه بمناقشه هذه الملفات؟ يمكن المجلس بدأ في الرابعة عصرا طبعا بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، ومعه نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العامري فاروق وأعضاء المجلس إدارة النادي الأهلي. وطبعا كان رأس الحضور مهندس خالد مرتجي اللي بنقول له حمد لله على السلامة الكل النهاردة، يمكن راجع من مرض كورونا اللعين، الكل النهاردة قابل المهندس خالد مرتجي من أول بوابة النادي لحد جوه، الكل قابله بترحاب شديد جدا وحشهم المهندس خالد مرتجي، بنقول له حمد لله على السلامة وألف مليون سلامة. زي ما قلت لك مجلس الإدارة بدأ في الرابعة عصرا، طبعا المجلس في اجتماعه اليوم عدة ملفات رياضية وملفات إنشائية. بعد اجتماع مجلس الإدارة اللي يمكن قرب ينتهي خلاص، هيكون الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة هيقول على الهواء مباشرة لقناة النادي الأهلي في تغطية خاصة وحصرية كل قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. شريف شعبان زميلنا من النادي الأهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. ودي كانت آخر أخبار الخاصة بتدريبات الفريق النهاردة، اللي زي ما قلنا ركزت فيه أو ركز فيه المدير الفني على تدريب وتجهيز المجموعة اللي ما شاركتش في ماتش الاتحاد. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الأهلي، وأعتقد أنه سيناريو الماتش والتشكيل وخطة اللعب هتبان أكتر زي ما أكد شريف طبعا في مداخلته معنا. طبعا يا أحمد ألف مليون سلامة المهندس خالد مرتجي اللي الحمد لله تم شفائه من فيروس كورونا زي ما شريف قال هو وأسرته. نروح بقى يا أحمد لخبر المسؤولين في النادي الأهلي اللي استقروا بنسبة كبيرة على سفر الفريق للمغرب لمواجهة الوداد المغربي في بطولة أفريقيا بطيارة خاصة. طبعا مجلس إدارة النادي بيحاول، وده طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب، ان هو يحسم جميع الإجراءات والأمور المتعلقة بمسألة سفر الفريق بطيارة خاصة، بدل طبعا من تعب السفر يعني خطوط الطيران، وده في ظل الإجراءات الاحترازية اللي لسه بتفرض نفسها على رحلات الطيران حول العالم بسبب فيروس كورونا. ده أكيد لأنه النادي عايز يوفر كل سبل الراحة للفريق خلال رحلة المغرب دي. طبعا كل التوفيق لفريقنا فريق نادي الأهلي في الدور قبل النهائي، وما اعتقدش انه المجلس هيكون في ايده حاجه يعملها عشان يوفر كل سبل الراحه للنادي او للفريق وما تتعملش. طبعا مجهودات كابتن محمود الخطيب واحد من نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخه في دعم الفريق والتواجد في الماتشات والتواجد في التمرينات، الحقيقه رجل لا يدخر وسعا زي ما بيقولوا. هروح مع حضراتكم لبرشلونة. برشلونة الحقيقة يمكن تكون بداية صعبة جدا بعد يعني حالة من حالات الشد والجذب شديدة جدا بين إدارة النادي وبين لاينيل ميسي نجم الفريق في فكرة الاستمرار مع الفريق أو تركه. الحقيقة كمان برشلونة بيواجه شبح فقدان ميسي في بداية الليجا في أول ثلاث مباريات على وجه التحديد، في حال أنه طبعا تم استدعائه للمعسكر الدولي مع منتخب الأرجنتين. زي ما ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، قالت أنه في حال أنه تم استدعاء ميسي عشان يشارك مع الأرجنتين في مرحلة الاستعداد لتصفيات أمريكا الجنوبية اللي هتأهل لكأس العالم 2022، هيتأكد غياب الأسطورة الأرجنتينية عن ماتشات برشلونة في مواجهة فياريال، سيلتا فيجو وإشبيلية في الجولات 3 و 4 و 5 من مسابقة الدوري الأسباني على الترتيب. ودي تزود فوق أزمات برشلونة أزمة جديدة، وبالتأكيد هيكون ليها تأثير كبير جدا على انطلاقة الموسم. ده طبعا يا أحمد عشان الفيفا كمان بيفرض قوانين أنه لازم اللاعب لما يسافر بيبقى في حجر صحي أسبوعين، فعشان كده هيضطر يسافر كمان بدري أسبوعين وهيغيب فترة كبيرة عن برشلونة. يمكن من ميسي نروح لمحمد صلاح نجم ليفربول اللي الحقيقة احتل المركز الخامس لقائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم عام 2020، واللي أعلنت عنها طبعا شبكة فوربس الأمريكية المختصة بالاقتصاد. تصدر ميسي نجم القائمة فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في المركز الثاني. ووفقا للتقرير ده صلاح ممكن بيحصل 37 مليون دولار في العام الحالي، بواقع 24 مليون دولار رواتب من نادي و13 مليون دولار من الدعاية والإعلانات. دخل ميسي نادي الرياضيين اللي جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وده وفقا للتقرير. وهيكون كده ميسي هو لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار.
بما فيهم 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021. صحيح. طبعا يمكن ابتدت الارقام بتاعت لعيبه الكوره تقرب بشكل كبير جدا من رياضات ثانيه كانت الاكثر دخلا على مستوى العالم، زي الجولف، زي الملاكمه، زي سباقات الفورمولا 1، وبنشوف اهو نجوم الكوره بيقربوا بشكل كبير جدا. على كل الاحوال انا هاخد حضراتكم لذكرى عزيزه على أو شخصية عزيزة على قلوب الأهلوية. الحقيقة في مقولة بتقول إنه كل واحد ليه من اسمه نصيب، وإذا كنا بنتكلم على الثبات والبطولة فهو ثابت البطل، أحد أشهر حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، واحد من أبطال النادي الأهلي اللي الحقيقة على مدار مشواره جوه المستطيل وبره المستطيل الأخضر قدم ملحمة في الحب والانتماء لكيان النادي الأهلي. النهاردة ذكرى ميلاد ثابت البطل، 16 سبتمبر تحديدا 53، ولد واحد من أشهر حراس المرمى في النادي الأهلي والكرة المصرية، صاحب عدد كبير جدا من الإنجازات. أنا أول بطولة أفريقية أوعى عليها كنت يعني صغير وشفت منتخب مصر وهو بيفوز بيها، كانت البطولة اللي على أرضنا سنة 86، وكان ثابت البطل أحد حراسها وأحد أسباب تتويج مصر باللقب ده في الماتش النهائي للي شافوه واللي تابعوه، واللي ما شافوهوش يدخلوا يشوفوه على اليوتيوب أو على المواقع المختلفة. طبعا ماتش النهائي قدام الكاميرون اللي تم حسمه بضربات الجزاء، ونجح ثابت البطل في تصدي لضربتي جزاء في ماتش النهائي، وكان سبب رئيسي في أنه مصر تحمل الكاس. جيل من الأجيال الموهوبة المظلومة الحقيقة، وأعتقد أنه رحلة عمره كانت مع أكبر نجوم النادي الأهلي، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده وغيرهم، وكابتن مختار وكابتن ربيع ياسين وغيرهم، أنا مش عايز أنسى حد. لكن المسيرة الحقيقة ما انتهتش بمجرد ما ساب الملعب ككابتن للنادي الأهلي. دي طبعا لقطات من ماتش نهائي أفريقيا اللي حضراتكم شايفينها على استاد القاهرة. والمسيرة ثابت البطل الحقيقة ما انتهتش مع يعني تركه للمستطيل الأخضر، لكنه كمان كان واحد من أكثر في ظني يعني واحد من أكثر وأنجح مدير الكرة اللي تولوا مسؤولية إدارة الكرة في النادي الأهلي، واستمرت المسيرة الحقيقة لفترة طويلة جدا كانت يعني فيها عدد كبير جدا من الإنجازات. وهو لعب، احنا بنتكلم على 17 بطولة محلية، بنتكلم على 11 دوري، وبنتكلم على 6 كاس، بنتكلم على 5 بطولات قارية مع النادي الأهلي، منهم مرتين أبطال دوري، 3 مرات أبطال كاس، بنتكلم على كاس أمم أفريقية 86، وبنتكلم على دورة الألعاب الأفريقية برضو مع منتخب مصر 87. ده عن إنجازاته داخل القلعة الحمراء. وأعتقد الحقيقة يمكن ثابت البطل كمدير كرة حقق إنجازات كبيرة جدا، وكان الحقيقة يعني يمكن من أكتر الشخصيات اللي تتفق عليها. خدوا بال حضراتكم، حب الناس مش مرتبط بالموهبة بس، يعني طبعا جماهير الكورة بتحب قوي اللعيب الحريف، بتحب قوي اللعيب الشاطر، كان بقى حارس مرمى، كان مهاجم، كان لعيب وسط ملعب، ده جزء أو شرط أساسي من شروط الحب اللي بيوفرها الجمهور الملايين من عشاق النادي الأهلي لنجومهم. لكن كمان جدا في شرط أساسي، إحساس الجمهور إنه هذا اللاعب منتمي حقيقة للكيان، وإنه اللاعب ده في وقت من الأوقات بيقدم تضحيات عشان خاطر الكيان. فكرة الحب والانتماء والولاء جزء كبير جدا من الحاله العاطفيه اللي بتتولد عند جماهير الكره، وخصوصا طبعا جماهير الاهلاويه. عشان كده ثابت كان واحد من دول يسار، ثابت واحد من الناس اللي ارتبط عند جمهور النادي الاهلي بحاله من حالات العطاء المستمره جوه الملعب وبره الملعب. صح. يمكن في حاجه كمان عمرها ما هتتمحي من ذاكره الجماهير يا احمد، ما بينساهاش خالص، ان هو في عز مرضه صمم ان هو يحضر مباراه القمه بين الاهلي والزمالك موسم 2005، وقتها ابو تريكه لما جاب الهدف رفض حتى ان هو يسلم على زمايله قبل ما يروح يبوس راس كابتن ثابت البطل. هي دي اللقطه اللي بنتكلم حضراتكم عليها. كان اليوم ده على ما اتذكر، لو معلوماتي مش يعني ما خانتنيش، اليوم ده كان يوم اليوم اللي قبل وفاة كابتن ثابت البطل. كان عنده اصرار شديد انه يحضر مباراه الاهلي والزمالك في الملعب، وكانت حالته الصحيه طبعا يعني في اضعف حالاتها، لكن كان عنده اصرار يبقى موجود وواقف جنب النادي وفي ظهره حتى اخر لحظه. ثابت البطل نجم من نجوم الزمن اللي مش ممكن ينساهم جماهير الاهلاويه. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ثابت البطل.
أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، وتحديداً في فترة التسعينيات، والذي نجح في حصد العديد من الألقاب والبطولات. هو واحد من أكثر المدربين الذين عملوا بالنادي الأهلي، حيث قضى 7 سنوات مدرباً لحراس مرمى القلعة الحمراء، وحقق العديد من البطولات الإفريقية والمحلية ليسطر تاريخاً كبيراً مع الشياطين الحمر. طارق سليمان أحد أبناء النادي الأهلي وحارس منتخب مصر ونادي المقاولون العرب السابق. بدأ سليمان مسيرته مع كرة القدم في سن 10 بنادي الزعفران في الحامول بكفر الشيخ، والذي كان يلعب بالدرجة 3، والذي تولى مهمة حراسة مرمى فريقه حتى 12، وانتقل بعدها إلى النادي الأهلي في نهاية 80s. حصل الأهلي على توقيع طارق سليمان في نهاية 80s مقابل 10,000 جنيه، وتألق بين صفوف الناشئين، الأمر الذي أحدث فارقاً كبيراً في حياته الكروية قبل أن ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني تحت 16 عاماً بقيادة المدير الفني المخضرم وقتها طه بصري. شارك سليمان في أول مباراة رسمية له مع الأهلي بالفريق الأول أمام نادي السك الحديد في دور 32 ببطولة كأس مصر، وتألق وقتها في التصدي لركلات الجزاء ليقود الفريق لدور 16. قرر طارق سليمان الرحيل عن الأهلي عام 1993 إلى نادي المقاولون العرب، والذي كتب معه فصلاً جديداً مليئاً بالتألق والازدهار في تاريخه بالملاعب خلال فترة تواجده بين صفوف ذئاب الجبل، والتي امتدت 12 عاماً. حقق طارق سليمان وقتها 4 بطولات على المستوى المحلي والقاري، هي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1996، كأس مصر عام 1990 و1994 و1995، وكأس السوبر المصري عام 2004. خلال مسيرته التدريبية حصل طارق سليمان مع الأهلي على 15 بطولة، منها 5 بطولات للدوري المحلي و3 بطولات للسوبر المحلي، وبطولة لكأس مصر، وبطولتان لدوري الأبطال، وبطولتان للسوبر الإفريقي. شارك سليمان في 2 كأس عالم للناشئين كلاعب، وشارك في 2 كأس عالم للأندية مع الأهلي كمدرب في 2 اليابان والمغرب، كما حصل أيضاً على 2 إفريقيا للشباب. حصل على 2 الدوري مع نادي المريخ السوداني خلال فترة توليه تدريب حراس المرمى آنذاك برفقة الكابتن حسام البدري، قبل أن يعود لمصر وينضم لصفوف القلعة الحمراء كمدرب وكصانع لتاريخ حراس المرمى. برحب بحضراتكم من جديد. يمكن لما بنتكلم على حراسة المرمى ونجوم حراسة المرمى لازم بيكون في كده نجوم بتيجي في بالنا على طول، لازم يكون على أولوية القائمة دي أسماء كبيرة، منها اسم كابتن طارق سليمان. الحقيقة حقق إنجازات كتير قوي سواء كان لاعب أو مدرب. هنتكلم أكتر عن الإنجازات دي مع كابتن طارق اللي منورنا في الاستوديو. منورني يا كابتن في برنامج. ربنا يكرمك يا أستاذة سارة، تحياتي لحضرتك طبعا. وطبعا أنا ببقى سعيد جدا لما باجي، لما يعني بيكلموني عشان أجي طبعا. فدايما الواحد بيبقى جاي سعيد جدا لان جاي في قناتي في بيتي زي ما حضرتك بتقولي. فيعني النادي الاهلي طبعا يعني بالنسبه لي يعني عشق، يعني انا بحب النادي الاهلي جدا وتربيت فيه، زي ما يعني بشكر طبعا الناس اللي يعني قاموا على التقرير اللي كان بيتعرض دلوقتي. فعلا جت قصه حياتي كده. حضرتك محتاجه تقرير مش تقرير واحد يا كابتن. ربنا يكرمك يا استاذ ساره، انا بشكرك طبعا وبشكر كل الناس اللي قاموا على التقرير. شكرا ليك يا كابتن. طيب كابتن، احنا هنتكلم في كلام كتير قوي وعن النادي الاهلي وكل حاجه، بس هنبدا من حضرتك لما بدات كلاعب في النادي الاهلي، فتره النادي الاهلي دي وازاي جت انضمامك للنادي الاهلي. وقتها كان في عرضين يا كابتن صح، عرض من الاهلي وعرض من الزمالك. كان في وقتها يعني انا كنت طبعا في احد يعني كنت في محافظه كفر الشيخ في قريه الزعفران، بدات يعني بلعب فيها كره حوالي 2 سنين كان في البدايه. وبعدين كان في نادي الزمالك كان بيلعب مباراه عندنا بفرقه ال20 سنه، وكان مدربها وقتها الكابتن حلمي طولان.
وخدني من ايدي كابتن مصطفى عيسى، كان مدير فني وقتها للفرقه اللي كنت بلعب فيها في نادي الزعفران، ودخل على المدير الفني وقال له ده جون عنده 12 سنه، وكنت انا بقى ماشي يعني كنت انا طويل يعني وكده وقتها. فجي عرض الموضوع على نادي الزمالك، ووقتها تقريبا كابتن حلمي سافر السعوديه، كان عقد خليجي كده. وبعدين بقى النادي الاهلي كتب في الجرايد ان انا الزمالك بيفاوضني ومش عارف ايه، فكابتن مصطفى حسين الله يرحمه طبعا اول اشبال في النادي الاهلي عرف بالموضوع ده، فبعت جواب عندنا للبلد وعايزين نلعب معاكم مباراه في النادي الاهلي، وهنتحمل بقى تكاليف الاقامه والسفر وكده، وهنتغدى في النادي الاهلي وكده. فجيت فعلا النادي الاهلي لعبنا مباراه، المباراه ديت كانت سبب رئيسي في ان انا يعني يبقى اخلص مع النادي الاهلي يعني. وانا طبعا طول عمري انا بحب النادي الاهلي جدا يعني من صغري كان يعني حلمي يا كابتن. طبعا حضرت. بالنسبه لي حلم كبير جدا جدا يعني ان انا موجود في النادي الاهلي، وبعدين يعني ابدا بقى خطوات يعني انا عندي 12 سنه ربنا اكرمني واشتغلت بقى مع النادي الاهلي. يعني اقول باختصار يعني تعرف عشان نحكي القصه بتاخد وقت طويل شويه. براحتك. انا بدات وانا عندي 12 سنه في النادي الاهلي، ربنا اكرمني ولعبت في قطاع الناشئين فتره كبيره، وبعدين اتصعدت للفريق الاول. التالق في قطاع الناشئين ده فرق مع حضرتك جدا؟ طبعا مفيش كلام طبعا، يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك فتره كبيره، وبعدين كمان بقى كنت بتصعد مع الفريق الاول وانا سني صغير، كان سني وقتها 16 سنه او اقل من 16 سنه كمان. طب هو يا كابتن معلش من البدايه ازاي عرفت ان انت ده المركز بتاعك؟ يعني لما كنتوا بتلعبوا كوره كده في الشارع وانتوا صغيرين؟ انا بروح دايما للحته دي. ليه حراسه المرمى ازاي اخترتها؟ ازاي عرفت ان هي دي اكتر حته انت شاطر فيها من وانت طفل صغير؟ انا يعني بتستهويني حراسه المرمى، انا كنت زمان قوي بحب، كنت بتفرج على كابتن شوبير الامانه يعني هو مثل اعلى في حراسه المرمى يعني. فكان دايما انا بحب حراسه المرمى قوي يعني، دايما لما بنيجي نلعب في الشارع زي ما حضرتك بتقولي كده دايما انا ارجع ايه لورا، ما بحبش يعني ما بحبش اروح ناحيه الهجوميه او نص ملعب، فارجع لورا بحيث ان لو وقفت رجعت ورا ووقفت جون يعني هقدر ايه هبقى يعني هشيل جوان يعني فريقي هتكسب من خلال وانا واقف ورا. طلعت قدام دي هتبقى بالنسبه لي مش الموضوع ده مش شاغلني قوي، شاغلني ان انا ارجع ورا وان انا اقف جون. وانا صغير بقى وانا عندي 10 سنين و11 سنه وانا صغير بحب اقف جون قوي، فبدات بقى اقف جون كده يعني. كنا بنطلع من المدرسه نحط الشنط بنعملها قائمين الشنط بتاعتنا، ونعمل تقسيمه بيننا وبين بعض ونلعب بعد ما نخلص المدرسه وبعدين نروح، فدايما اقف جون. من هنا بدات يعني احب قوي موضوع حراسه المرمى ده. وبعدين لما عملوا اختبارات في نادي الزعفران وقتها، فطبعا ايه كانت في ناس بتشوفني وانا بلعب بقى من زي ما بقول لحضرتك كده بعد ما نطلع من المدرسه، فبعتوا لي جواب على النادي احنا هيتعمل اختبارات في النادي، فروحت عملت اختبارات وربنا اكرمني وقابلت في الاختبارات يعني. حوالي سنتين في النادي في الزعفران. وبعد السنتين دول بقى ايه زي ما قلت لحضرتك كده جينا لعبنا مباراه في النادي الاهلي، وكنا بنلعب مباراه كان وقتها المدير الفني لفريق الشباب في الفتره دي كان الكابتن انور سلام مع النادي الاهلي. تعادلنا 0-0 في النادي الاهلي. تخيلي بقى فرقه جايه من يعني فريق درجه ثانيه درجه ثالثه في الزعفران بتيجي تلعب في النادي الاهلي في الملعب الفرعي بتاع النادي، كان في الجزيره كان في ملعبين، الملعب الرئيسي دلوقتي وكان في ملعب فرعي ثاني بس دلوقتي بقى اتعمل جنينه بقى خلاص. الملعب ده احنا لعبنا عليه المباراه، تعادلنا 0-0 مع فرقه من النادي الاهلي، دي كانت بالنسبه لنا يعني حاجه يعني حاجه كويسه قوي ان فرقه جايه من كفر الشيخ من درجه ثالثه بتعادل مع النادي الاهلي في النادي الاهلي. من وقتها بقى كابتن مصطفى حسين طبعا اتفرج على المباراه، كان في تقرير بقى بيتاخد من المدير الفني اللي كان موجود ماسك الاهلي وقتها كان اللي هو تحت 14 سنه كان الكابتن عبد الرحيم حسن، وكان الكابتن ماجد مصطفى. كابتن ماجد مصطفى كان وقتها هو المسؤول عن الفرقه ديت مع كابتن عبد الرحيم حسن، واول تمرين اتمرنتها مع الكابتن ماجد مصطفى وهو اللي ادى تعريف عن الكابتن مصطفى حسين. بدا يجيب كور ويشوط عليا من بره 18 مع كابتن عبد الرحيم، والحمد لله يعني وقتها كابتن ماجد مصطفى حتى هو بيفكرني على طول بالموقف ده يعني دايما لما الموقف ده من يعني بقول لحضرتك كده سنه 85 يعني بقى له فتره كبيره يعني انا عجوز يعني مش لا 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 ازاي ربنا يديك الصحه وطول العمر يا كابتن. يا كابتن التالق بقى مع الفريق الاول، فاكر اول مباراه رسميه ليك مع النادي الاهلي؟ طبعا ما انساهاش طبعا، مستحيل انساها طبعا، لان المباراه دي انا استضيفت فيها ضربتين جزاء. المباراه دي كانت نادي السكه الحديد، كانت نادي السكه الحديد دور 32 كاس مصر. كانت في استاد القاهره وكنا بنلعب بدون الدوليين. كانت المباراه دي سنه تقريبا كانت سنه 88 او بالتالي 88 او اكتر شويه ممكن 89 تمام. فالمباراه ديت كان وصلت لركلات جزاء تعادلنا فيها 1-1 ولعبنا ضربات جزاء وصديت اول ضربتين
وكسبنا المباراة بضربات الجزاء. طيب كان في خوف وقتها يا كابتن انه اول مباراة رسمية ليك مع الاختبار كبير بقى وصلت لركلات الجزاء؟ طبعا انا كنت يعني بحلم، يعني تخيلي مثلا انا يعني سن صغير، انا لعب المباراة دي يا استاذة سارة وانا عندي تقريبا كده 16 سنة. صغير قوي يا كابتن. وحوالي وكام شهر كده يعني ما كنتش كملت 17 سنة. 16 سنة وكام شهر. فدي ده تقريبا ده رقم، يعني رقم بتهيألي يعني انا ما اعرفش طبعا يعني حد بتاع ارقام بقى واحصاء وكده يجيب الداتا دي، ممكن يبقى اصغر حارس مرمى من اصغر طبعا بتهيألي يعني لعب في تاريخ النادي الاهلي وسنه 16 سنه وكام شهر يعني ما كنتش كملت 17 سنه. فطبعا كان بالنسبه لي يعني بلعب مع نجوم كبيره قوي في النادي الاهلي، كان وقتها بيلعب بقى يعني اسماء كبيره جدا. اه طبعا الدوليين ما كانوش موجودين، بس تعرف النادي الاهلي يعني كل ال 30 لعيب بيبقوا نجوم وقتها يعني. بس متهيألي يا كابتن الضغط، يعني اكيد اي لعيب في اي مركز بيبقى عليه ضغط كبير، سواء هجوم او نص الملعب او الدفاع، ولكن بحس انه الضغط اللي على حارس المرمى هو اكبر ضغط ممكن يكون موجود. اللوم اللي بيبقى عليه لو ما صدش مثلا ركله جزاء او لو دخل فيه جون بطريقه معينه مثلا، بحس انه بيبقى عليه ضغط كبير قوي. ازاي ممكن حارس لو اتحرك غلط مثلا، خرج غلط، يعني كل ده بيبقى ضغط وبيجي عليه انتقادات كتير قوي. ازاي ممكن حضرتك كنت بتتعامل مع الضغط ده؟ وهل فعلا الضغط ده صح؟ يعني اللي انا بقوله ده كده صح، انه فعلا الضغط على حارس المرمى اكتر حاجه، اكتر من اي مركز طبعا تاني؟ طبعا مركز حراسه المرمى ده مركز صعب قوي، حساس جدا، ومركز صناعه يعني محتاجه صناعه. والمركز ده انت دايما لما بتيجي تختاري مركز حراسه المرمى ده ولسه الولد لسه صغير، بتبداي تبص على حاجات كده معينه لازم تبقى موجوده في الحارس، لو مش موجوده فيه مش هينفع يلعب المركز ده. يعني طبعا الموهبه اساس كل حاجه، تمام، لازم يبقى فيه موهبه. بيبقى فيه دايما مواصفات جسمانيه يعني لازم يبقى عنده مواصفات جسمانيه، بيبقى فيه حد ادنى وحد اقصى. الحد الادنى ده المفروض ما ينزلش عنه يعني. زائد بقى النقطه المهمه جدا 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 احط تحتها 100 خط، الشخصيه. الشخصيه دي مهمه جدا بقى زي ما بقول لحضرتك، عشان في النادي الاهلي بالذات الضغوط اللي بيلعب فيها الحارس في النادي الاهلي مختلف عن اي نادي ثاني في مصر. طيب ايه المواصفات اللي المفروض تكون في شخصيه حارس المرمى المثالي؟ لازم يبقى شخصيه قياديه، تمام، لازم يبقى عنده شخص الكاركتر، لازم يبقى شخص يبقى قوي يعني يقدر يتحمل الضغوط. ضغوط صعبه في النادي الاهلي قوي، صح، الضغوط الاعلاميه والسوشيال ميديا دلوقتي طبعا. في الظروف اللي احنا فيها دي طبعا. الدنيا صعبه قوي طبعا. يعني لما يبقى في خطا زي ما حضرتك بتقولي، او يبقى في مثلا سوء توفيق في مباراه او بتلاقي تاني يوم على طول ضغوط صعبه جدا، صح. فلو انت ما عندكش الشخصيه القويه اللي تقدر تحمل بقى الضغوط دي مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي. فدي بتبقى في صعوبه اوقات، ان احنا لما بنجيب حد كبير في السن، يعني بنجيب حد من بره كبير في السن، بيبقى في بعض الاوقات انت ما بتقدريش تقيمي الشخصيه كويس لانك انت ما تعاملتيش معاها لسه. بالذات لما ممكن تبقى انت شايفه موهبه، شايفه مواصفات جسمانيه، بس المواصفات الشخصيه دي لازم يبقى في تعامل فتره كبيره مش قليله، عشان اقدر يعني انا لو بتعامل مع حضرتك فتره كبيره اقدر اقيم شخصيتك كويس. صح. انما انا في النهايه انا بتفرج على ماتشاتك، بتفرج على الاداء بتاعك، فبشوف ناحيه فنيه، بشوف مواصفات جسمانيه طبعا موجوده، الناحيه الشخصيه ما بعرفش اقيمها بشكل كبير. لما بيجي النادي الاهلي الشخصيه قويه بتبان بقى في النادي الاهلي. لان النادي الاهلي انا بلعب 34 في مباراه في الموسم، ال 34 عايز اكسبهم، بدخل اربع بطولات او خمس بطولات، عايز اكسب الخمس بطولات. هو النادي الاهلي كده، هي دي طبيعه النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي، اي بطوله النادي الاهلي بيخش فيها عايز ياخدها. طبعا النادي الاهلي هو بيخسر بطولات، بس في النهايه ان انا دايما باخد بطولات، ما فيش موسم بيعدي غير لما. حضرتك كمدرب ازاي كنت بتدرب حراس المرمى ان هم يتعاملوا مع الضغوط دي؟ هي الشخصيه يا استاذه ساره الى حد كبير يعني ما ينفعش انا يعني انا هضيف له حاجه في الشخصيه مش عنده، صعب. الشخصيه دي بتبقى فيها حاجات بتبقى لها علاقه هي شخصيته كده، فيها لها علاقه بالناحيه الوراثيه بقى، لها علاقه بان لان الشخصيه مش هقدر انا واحد مثلا بيخاف في لحظه انا او اقول له ما تخافش فمش هيخاف، مستحيل مستحيل. الشخص القيادي ده بتبقى طبيعه في الشخص في الولد وهو صغير، تحس كده ان هو يعني ممكن يبقى اطفال بيلعبوا مع بعض، فيهم واحد ليدر، فيهم واحد هو اللي بيقودهم، هو الولد طبيعي هو عنده الشخصيه، هي طبيعته كده. انما انا بقدر انمي بعض الحاجات، انما مش كل حاجه هقدر انميها فيه. لو هو عنده شخصيه جبانه، شخصيه ضعيفه، مش ليدر، لا مش هقدر انميها، هيبقى عنده مشكله. فعشان كده طبعا احنا بنحاول نتقي قوي. يعني لما جينا جبنا الشناوي، الشناوي كان موجود في النادي الاهلي ومشي من حوالي يعني، وحضرتك اللي رجعته الحمد لله. كان يعني هو طبعا زي ما بقول لحضرتك بيبقى فيه طبعا احنا بنقعد كجهاز فني، وجهاز فني بنقول ان احنا محتاجين، احنا بنقعد بيبقى عندنا مركز حراسه المرمى، خط الظهر، خط الوسط، الهجوم، بنقعد كجهاز فني وبنقول احنا محتاجين في المكان ده محتاجين نجيب حد،
فبيتم على طول بيروح المكان ده لمين؟ للراجل المتخصص. عايزين نجيب حارس مرمى، فانا كان قدامي كنت عايزين نجيب اتنين في موسمين ورا بعض، فكان رقم واحد الشناوي كان موجود معاه على لطفي، وربنا اكرمنا من 3 سنين جبنا الشناوي. من 3 سنين، طيب من 2016 هنرجع للشناوي، او 4 سنين هنرجع للشناوي. بس كنت عايز اسال حضرتك، كنا بنتكلم على الشخصيه، طب التكوين الجسدي، يعني انا حاسه انه البنيه الجسديه بتاعت حراس المرمى زمان، مثلا لو بصينا لبيتر شمايكل او الكابتن شوبير، او يعني بيبقى فيه عارف الهيئه نفسها يا كابتن، دلوقتي ممكن نلاقي حراس المرمى مثلا لو بصينا على تشيلسي، لا الدنيا بقت اكتر معتمده على المرونه يمكن في كره القدم الحديثه او دلوقتي، يعني حارس مرمى تشيلسي، حضرتك نفسك كنت من اطول اللعيبه يعني وقتها، دلوقتي حارس مرمى تشيلسي كيبا يعني تحسه هيئته كده صغيره، تكوينه الجسدي بس او بس طويل، طويل طبعا، وحارس مرمى ارسنال برضو لينه طويل برضو طويل، ولكن التكوين الجسدي مش زي ما كنا بنشوف حراس المرمى زمان. هو في النهاية أنا عندي جسم عضل، نحيل عضلي أنا مش عايزه رفيع لدرجة أنه مبقاش يعني جسمه مبقاش عليه عضلات خالص، ولا عايزه عضلاته يبقى يعني جسم مكتظ، يعني في معايير معينة طبعا. أنا بتكلم على النحيل العضلي، في جسم نحيل عضلي، يعني تحس أن الجسم ممطوط طوله، يعني باين قوي الطول بتاعه ما يقلش مثلا عن 185 104 يعني، وممكن بقى يبقى 186، ممكن 190، الشناوي هو 191. طب انتوا بتقيسوا كميه عضلاته كل قد ايه؟ لو زاد عضل مثلا ممكن ما يقدرش يترمي يمين او شمال؟ لا العضلات طبعا بيبقى فيه، احنا لما بنيجي نعمل قياسات بيبقى فيه نسبه العضل بتاعته بتبقى قد ايه في الجسم، نسبه الميه، نسبه الدهون، كل الحاجات دي بتتقاس بنقدر نحددها. فعلى الاقل بتعدي ال 50%، يعني ممكن انا طولي مثلا 185 سم، طولي 185، فانا وزني مثلا بنتكلم في 80 كيلو او 5 او 83 كيلو 82 كيلو، فباجي انا ال 83 كيلو دول بشوف بقى لما باجي اعمل بقى قياس، بشوف بقى نسبه الدهون قد ايه في الجسم، واشوف نسبه الكتله العضليه قد ايه في الجسم، الكتله العضليه متوزعه ازاي، ما لازم يبقى لها توزيع، ما تبقاش كتلة عضلية كلها مثلا في رجليا وفي جسمي من تحت ومفيش، لا لازم تبقى متوزعه على الجسم كله، على دراعاتي، على بطني، على كل جسمي لازم في عضلات. فالنسبه ما بتقلش عن، يعني ممكن تعدي، يعني لو انا مثلا طولي مثلا بنتكلم في وزني 85، يبقى بنتكلم في حوالي مثلا 45 50 كيلو عضل، وبعد كده بيبقى فيه نسبه ميه بقى، وبعدين نسبه دهون. هو ده اللي انا بتكلم عليه، انما طبعا كل ما بتزيد القرعه، انا مش عايز العضله تتضخم، يعني مش عايز بص الاقي دراعي ضخم قد كده، ده ياثر على المرونه. يعني انا في النهايه برضو انا عايز يبقى جسمي فيه مرونه في الحركه، في لما باجي اعمل تيك اوف، لما باجي اعمل تراي، لما باجي اعمل كل ده محتاج يعني محتاج سرعه ومحتاج قوه. انا مش محتاج قوه بس، لان انا مش هشيل حديد، انا عايز قوه تساعدني في السرعه، لان كل ما القوه العضليه زادت تأثر على السرعه، تقل من السرعه، السرعه تبقى فيها بطء شويه، فانا مش عايز القرعه العضليه بتاعتي يبقى انا عندي العضله متضخمه قوي، وفي نفس الوقت مش عايز يبقى جسمي كله يعني ما يبقاش فيه عضل خالص، لا يبقى عندي مشكله، يبقى انا مش هقدر ادي المهاره، لان المهاره دي ما انا بادي اداء حركي بيساعدني على تنفيذ مهاره، المهاره دي بتبقى فيها اوقات بيبقى فيه قوه انفجاريه بتطلع في كسر من الثانيه، فازاي الكلام ده يتنفذ في وقت قليل جدا، فلو انا عندي قوه عضليه كبيره تاثر عليا في المرونه والرشاقه، وفي نفس الوقت انا مش عايز جسمي ما فيش فيه عضلات خالص، يبقى انا مش هقدر اعمل تيك اوف، انا عايز اعمل تيك اوف ممكن اعمل تيك اوف ابص تلاقي جسمي معدي كل اللعيبه فوق فوق راكب كل الناس، فلو انا جسمي ما فيش فيه القوه العضليه دي مش هقدر اعمل الكلام ده. فهي نسبه وتناسب يعني، انما دايما الطول ده مهم قوي، يعني زي ما قلت لحضرتك كده، انت حضرتك كلمتي على زمان كانت الاجسام كان ما شاء الله، يعني كابتن شوبير كان ما كانش جسمه معدي ال 185، كابتن ثابت الله يرحمه، كابتن اكرامي، في انديه ثانيه كتير، وكان في حراس قصيرين برضه. دلوقتي بقى الحراس القصيرين دول ممكن يبقى موجود ويلعب بس مش هيبقى دولي، مش هيبقى عنده، انا بتكلم على مواصفات حارس مرمى بيلعب في نادي كبير، مواصفات حارس مرمى دولي، حارس مرمى انا يعني ممكن يوصل للعالميه، مش يوصل للعالميه الا اذا عنده الثلاث حاجات اللي قلت لحضرتك عليهم في البدايه، مواصفات جسمانيه طبعا الاساسات الموهبه، اي حاجه الموهبه لازم تبقى موجوده، مواصفات جسمانيه ومواصفات شخصيه، اكيد المواصفات الشخصيه دي بقى حط تحتيها حاجات كتير جدا. لازم بقى نتكلم على اللي بيميز الشناوي عن اي حارس مرمى تاني في مصر، واسمع راي حضرتك بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن طارق سليماني. وكابتن كنت بسال قبل الفاصل عن الشناوي بالتحديد، حضرتك قلت من الصفات المهمه في اي حارس مرمى الشخصيه، الموهبه والتكوين الجسدي، وشرحت كمان بالظبط ازاي يكون.
طيب الشخصية، بالنسبة لشخصية الشناوي، يعني اللاعب ده أو حارس المرمى ده لعب كاس عالم على طول من غير حتى ما يلعب تصفيات، كنتوا شايفين إيه في شخصية الشناوي بالظبط؟ حضرتك شايفه إزاي؟ تقيمه إزاي؟ وتطور مستواه ده وثباته كمان على المستوى. بص حضرتك الشناوي يعني هي قصة كفاح كبيرة، يعني قصة كبيرة جدا. عادة هنتكلم فترة كبيرة. فالشناوي جه النادي الأهلي من هو عنده تقريبا 12 13 سنة، وقعد في النادي الأهلي حوالي 8 9 سنين، ومشي بعد كده لعب في حوالي 3 أندية بره النادي الأهلي. لعب في طلائع الجيش، ولعب في حرس الحدود، ولعب في بتروجيت، وما شاء الله اكتسب خبرات، لا يعني خبرات ممتازة، لأنه لعب حوالي 200 وشوية مباراة. ساعدوه كتير جدا لما جينا بقى بعد كده، لأن أنا مرنت الشناوي في قطاع ناشئين مش كتير، ولكن أنا من خلال طبعا تمرين الكم تمرين اتمرنهم للشناوي باين إنه عنده موهبة، باين إن الولد لا جول باين في مواصفات اللي إحنا اتكلمنا عليها. فلما خرج لعب دي فادته كتير قوي. وطبعا أنا في النادي الأهلي أنا ما ينفعش أبقى مدرب حراس مرمى النادي الأهلي وما بقاش عندي تقييم لكل حراس المرمى في الدوري الممتاز. ده الحارس رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. كل حراس مرمى الدوري الممتاز أنا عندي أجندة كده فيها لو كل نادي فيه 3 بتبص في إضراب بقى في 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 17 نادي دوري ممتاز، بتلاقي كل الحراس مع عندي. أي جون بيلعب لو عنده لعب مباراة واحدة بتفرج عليها وأبقى أتابعه. فأنا طبعا متابع الشناوي وهو بيلعب بره. يعني الشناوي الحارس رقم 1 في مصر دلوقتي بلا جدال، بلك قولا واحدا رقم 1 في مصر. ده انا مش عايز اقول لك ان ممكن لا يوصل اكتر من كده كمان. الشناوي يعني انا في ادائه في الفتره اللي بيلعب فيها ديت وقبل كده الاداء اللي اداه، انا بعتبره من هو الوقت الشناوي من افضل حراس مرمى في العالم. صح، مش على فكره مش بعيده خالص. انا ما بقولش كلام اي كلام. انا عارف انا بقول ايه. صح، انا من خلال ادائه مع النادي الاهلي، ومش اداؤه المباراه اللي فاتت بس، طوال الموسم والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. 20 مباراه كلين شيت يا كابتن. طبعا. والشناوي مع في كاس العالم، الشناوي في بطوله افريقيا الاخيره. الشناوي بقى ما شاء الله بقاله فتره بيأدي اداء، عنده في ثبات في الاداء بقاله فتره كبيره جدا. طب من ايه ده ايه خلاص بقى الشناوي. بص حضرتك الشناوي قدامه هدف، اصل البني ادم لازم يبقى عنده هدف وهو مركز جدا للهدف ده. الشناوي بعد ما مسك هو خد بالك الشناوي بدا لما جه النادي الاهلي 2016 اول سنه ما لعبش غير 3 ماتشات في الدوري. كان شريف اكرام الاساسي وعمل موسم ممتاز في النادي الاهلي اللي هو 2016. الشناوي لعب 3 ماتشات واحمد عادل لعب مباراه ولعب البطوله العربيه وما كانش موفق في البطوله العربيه. تمام، قعد تاني. ولما قعد تاني قلت له بص يا شناوي هتقعد وهترجع تلعب تاني، بس ازاي بقى؟ ما هو دي بقى الصعوبه يا استاذه ساره، ان انت لعبتي في البدايه، كان بدايه لعب في النادي الاهلي لما رجع لما جبناه من بتروجيت، في بعض الماتشات ما كانش فيه توفيق فرجع قعد تاني ولعب شريف. ولما قعد بدانا نتعامل معاه بقى في تعامل، بيبقى في تعامل لحاجات كتير قوي. في تعامل نفسي مهم جدا، ازاي بقى الحارس ده يرجع يلعب تاني. طب يرجع يلعب تاني يبقى لازم في تعامل نفسي مهم قوي معاه. انا صادق في كل كلمه بقولها له، يتمرن كويس قوي، يحافظ على وزنه عشان لما يرجع يلعب تاني يبقى يمسك في فرصه بقى. فقعد ولما رجع لعب تاني كان في الفتره بقى اللي كان في نهايتها هيبقى 2017 بدايه 2018 كان في كاس عالم. فقعد فعلا ولما رجع لعب ما قعدش تاني بقى لحد دلوقتي. هو جول اساسي في النادي الاهلي بقاله 3 سنين وشويه اساسي في النادي الاهلي. لما اتعلم المره الاولى وقعد واتمرن بشكل كويس وحافظ على وزنه وحافظ على حاجات كتير قوي ورجع ما شاء الله دلوقتي بقاله 3 سنين اساسي في النادي الاهلي واساسي في منتخب مصر. طب ممكن تقول الو كده يا كابتن؟ الو 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 أحمد طارق. أحمد طارق أحمد طارق سليمان أحمد طارق. منورنا في برنامج السادسة. ازي حضرتك يا استاذ ساره؟ شرف ان انا معاك. ده شرف لينا كابتن طارق. عايز يا كابتن طارق تقيمه لي كده على الهوا كحارس مرمى. احمد برضو بصي احمد بدا معايا من سن 5 سنين او 6 سنين، وديته اكاديميه النادي الاهلي، كنت انا لسه بلعب. بدا في اكاديميه النادي الاهلي وخد الخطوات زي اي حد بيبدا صغير. لازم الحارس زي ما بقول لحضرتك الحارس ده صناعه وفتره كبيره ولازم يفضل، يعني خد بالك بيحصل بقى مطبات كتير قوي. فاحمد بدا في اكاديميه النادي الاهلي قعد فيها حوالي 2 سنين وبعدين دخل اختبارات القطاع الناشئين وما كانش ليه علاقه بالاختبارات خالص، بيدخل زيه زي اي حد، بيقطع تذكره بيخش مع والدته ووالدته بتودي له اختبارات. انا بقى انا بعيد تماما عشان بعيدة. ما يبقاش في واسطه وكده، اصل هو لو شافوني هيبقى الناس انت عارفه الدنيا صعبه والسوشيال ميديا والناس بتتكلم. احنا احنا في تعب. انا مش ممكن انا يعني انا ابقى مدرب حراس مرمى اكيد وابني يروح اختبارات حراس المرمى في النادي الاهلي وما ينجحش، يبقى انا عندي مشكله، انا اللي عندي المشكله مش ابني. طب خليني اسالك يا كابتن احمد، يعني كابتن طارق بيمثل لك ايه؟ هو يعني اول يعني قدوتي في الملعب.
يعني لما كنت ببقى عايز انا يعني كنت بيفرجني على الفيديوهات بتاعته زمان والماتشات وكده يعني. لا هو كان حارس مرمى كبير يعني، انا لحد النهارده ببقى في حاجات هو كان بيعملها انا عايز اعملها لما يتاح لي فرصه ان انا العب في الدوري الممتاز يعني. طيب اول حاجه كبيره بالنسبه لي اكيد. طب عايز اعرف برضو ايه اهدافك الفتره اللي جايه، كلمني عن طموحك كده مع النادي الاهلي. انا يعني موجود في النادي حاليا وبحاول ان انا في اي وقت اطلع اعاره، لان طبعا صعب الدنيا موجوده في النادي صعبه، كابتن محمد الشناوي وكابتن علي وعلي الصبير، فبحاول ان انا اطلع اعاره العب بره سنه او اثنين او ثلاثه لحد ما احس ان انا خلاص يعني بقى عندي كتير كفايه ان انا اقدر العب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، لان لا دي حاجه سهله والموضوع صعب. لازم يبقى انا عندي كتير كفايه ان انا اقدر اشيل اسم المكان ده. اكيد. طيب ايه النصايح اللي دايما بيقولوها لك كابتن طارق كحارس مرمى؟ الصبر عامه، اي حارس مرمى يعني هو على طول بيقول لي لازم تصبر، لازم تشتغل كويس قوي يعني. انا خدتها منه حتى من غير ما هو يقولها لي، ان انا اجتهد شغلي يعني. هو مجتهد جدا في شغله، ودي حاجه انا خدتها منه بس بالفرجه عليه وهو بيمرن في النادي، سواء بره النادي انا كنت بشوفه على طول بيجتهد في الشغل اللي هو بيعمله يعني. دي حاجه انا خدتها منه تلقائيا يعني. طيب شايف يا كابتن طارق في كابتن احمد الشخصيه القياديه من وهو لسه صغير كده اللي بنقول عليها لازم تكون في حارس المرمى؟ لو مش عنده كنت طلعته بره، ما كانش واقف حارس مرمى خالص. لو مش عنده انا بكلم بكل امانه، احمد شخصيه قويه جدا جدا وشخص هادي بس ما شاء الله يعني. احمد يعني بشوف الكلام ده وهو صغير عنده، حتى المدربين بيقولوا الكلام ده. يمكن انا يعني ايه عشان تشهاتي مجروحه شويه، المدربين في النادي الاهلي شايفين ده مع طبعا المدربين اللي موجودين في النادي دلوقتي، كابتن اكرامي كراجل مسؤول عن المدربين حارس المرمى في النادي الاهلي، مع كابتن عمرو انور كمدير فني موجود في ال 99 دلوقتي، مع كابتن ايهاب خميس يعني مسؤول مدرب حارس مرمى معاه طبعا. أكيد. كلهم بيقولوا الكلام ده. وبتقال الكلام ده كمان من فتره كبيره، من حتى لما كان موجود الكابتن مريم رياض في القطاع كان شايف الكلام ده. كل المدربين بقى اللي اشتغلوا معاه، كابتن تامر الدسوقي ومدربين كتير في القطاع اشتغلوا معاه شايفين الله يرحمه كابتن سامح يحيى طبعا عشان ما انساش حد، اول واحد قال لي ان احمد ده هيبقى جول موهوب، وفعلا احمد ما شاء الله عنده موهبه وعنده شخصيه وعنده المواصفات الجسمانيه. بتشوفه واخد منك ايه؟ واخد مني في الناحيه في حراسه المرمى. حراسه المرمى هو ما شاء الله، يمكن انا ممكن ربنا يكرمه ويعديني يعني، اتمنى انه يبقى احسن مني يعني. الاب دايما بيبقى اتمنى ان يبقى ابنه احسن منه يعني، بس انا شايفه ان هو ما شاء الله عنده قرار وعنده الكرات العرضيه ما شاء الله بيتعامل معاها بشكل كويس قوي قوي. وانا كنت حتى بلعب جدا كنت بحب قوي ان انا يعني ابقى عنده اطلع في الكرات العرضيه، فما شاء الله هو مميز فيها جدا، زائد كمان ان هو عنده الرياكشن تحت الخشبات بيعملها بشكل كويس قوي. فاحمد زي ما بقول لك هو عنده شخصيه، مواصفات جسمانيه ما شاء الله موجوده بشكل كويس قوي، زائد وعنده موهبه، والموهبه دي زي ما بقول لك هي محتاجه شغل ومحتاجه صبر. طيب كابتن احمد عايز اسالك برضو، وانت متابع كده طبعا الكره العالميه وبرضو الكره المحليه، غير كابتن طارق سليمان مين قدوتك من حراس المرمى؟ قدوتي من هنا في مصر هو كابتن محمد الشناوي اكيد. هو مثال لاي حد ان انا يعني اجتهد وصبر كتير وقعد يعني بره النادي الاهلي كمان سنين بيلعب بره في الدوري الممتاز لحد ما رجع النادي ولعب كاس عالم حارس مصر الاول يعني، فمان اوف ذا ماتش محدش يقدر ينسى ابدا. ومن الكره العالميه انا بحب تير شتيجن جدا يعني. طيب يعني شتيجن بالنسبه لي حاجه مثال كويس لحارس مرمى يعني. طب احب اعرف كابتن طارق كان بيتعامل معاك ازاي اثناء التدريبات؟ والله الموضوع كان صعب يعني، كان في الاول كان موضوع صعب جدا، بس هو يعني علمني ان احنا لازم نتعامل بطريقه بروفيشنال يعني. كان كنت بنزل الملعب، كنت انا حسيت من اول ما نزلت الملعب يعني الموضوع كان خلاص صعب ان انا ده بابا يعني في الاول وفي الاخر يعني. بس بعد كده بعد اول تمرينه يوم اثنين ثلاثه بدانا حتى انا وهو خلاص نادبت ان ده حاجه طبيعيه. ان انا جاي بشتغل، انا بالنسبه له حارس مرمى ناشئين طالع الفريق الاول متصعد، المفروض ان هو يحاول يطور منه على قد ما يقدر. ونفس الكلام كان معايا برضه مصطفى صبير يعني بالنسبه له احنا الاثنين كيسز، هو عايز يحسن من الناس دي عشان خاطر النادي، فهو بصراحه قدر يخليني اوصل ان احنا نتعامل كمدرب ولاعب. حتى انا كنت باجي التمرين لوحدي يعني من البيت، كان يقول لي لا انت عندك مواعيد عندك شغلك، انت تنزل تاخد عربيتك وتروح بيها التمرين، ما نروحش مع بعض حتى يعني.
يعني بنتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن احمد. احمد ما شاء الله كمان من النقطه اللي ما شاء الله يعني عجباني فيه قوي ان هو كمان حتى في الدراسه بقى كمان مهتم بدراسته قوي، واحمد كمان مهندس ما شاء الله يعني هو في ده في ثالثه هندسه ما شاء الله ان شاء الله، فيعني برضو دي من الحاجات اللي يعني مركز فيها قوي انه طبعا مع الكوره صعب قوي لان هو يجمع صعبه جدا، وانا كمان كنت رافض بس هو يعني قال لا انا حابب ان انا ادخل هندسه لان هو عنده القدرات دي عنده يعني من الحاجات اللي انا كنت رافض تماما موضوع انه يدخل هندسه لان برضو عارف ان الموضوع صعب قوي، الهندسه صعبه مع الكوره ووقت الكوره والكلام ده يعني ما تلاقيش كتير قوي لعيبه كوره ومهندسين او دكاتره، لا الموضوع لا صعب. طبعا صعب جدا، فانا كنت رافض تماما فهو قال لي لا انا اللي اقرر هو لصم. وده اللي صمم، وده دليل على شخصيته القياديه برضو الشخصيه طبعًا القويه طبعا في حاجات كده. بص حضرتك مهمه قوي مهمه قوي انا طب عشان ما نسيبوش كتير على التليفون تقول له ايه يا كابتن قبل ما نقفل؟ بقول له يا احمد الكوره محتاجه صبر، محتاجه صبر يعني، وده في امثله قدامنا كتير زي ما انت ذكرت الكابتن محمد الشناوي طلع بره النادي الاهلي قعد 8 سنين يلعب بره ورجع تاني النادي الاهلي وهو ماشي حتى قال لي الكلام ده قال لك انا هرجع تاني النادي الاهلي هرجع تاني وهلعب في النادي الاهلي ورجع ولعب كاس عالم وانا بقول له بقى ايام انا بقى كمان كان في كابتن شوير كابتن شوير في النادي الاهلي احنا متسمى ايوب الكره المصريه قعد فتره كبيره جدا في النادي الاهلي كان بيلعب كابتن ثابت وكابتن اكرام كابتن الله يرحمه وكابتن اكرام والثلاثه منافسه شريفه بينهم لحد ما كابتن شوير حط رجله ولعب ولما لعب فضل يلعب لحد ما كابتن ثابت بطل ولحد ما كابتن شوبير بطل ولعب بعدها ولعب كاس عالم 90 فهي كره محتاجه صبر اكيد بشكرك إن شاء الله جدا يا كابتن ويتعب ومحدش بيضيع يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد اكيد وبتمنى لك التوفيق اكيد سواء في الهندسه او في حراسه المرمى. طب يا كابتن كنا بنتكلم على كابتن الشناوي كنت بسالك ايه اللي بيميزه لو قلت لي على صفات كده بتميز كابتن الشناوي عن اي حارس مرمى تاني ناحيه فنيه ولا شخصيه؟ ما الشخصيه زي ما قلت لحضرتك هو الشناوي خلاص الشخصيه القياديه عنده قياده واضحه جدا شخصيه قويه وبيتحمل الضغوط بيقدر يتحمل الضغوط ما بيهتزش يعني الشناوي ممكن في مباراه مثلا يدخل فيه هدف غلطته او يطلع في كره عرضيه او او يبقى عنده خطا واضح جدا لو الحارس عنده شخصيه ضعيفه ممكن يخاف بعد كده يطلع في كره عرضيه او يخاف الشناوي يقول لحضرتك احنا لما قعد بعد البطوله العربيه ده كان في ضغوط مش طبيعيه السوشيال ميديا دي قاعده تشتغل علينا فتره كبيره جدا عليا وعلى الشناوي وحتى بقى المكان موجود شريف انما ازاي بقى هو يرجع يلعب تاني هو دي الشخصيه اللي احنا بنراهن عليها دايما صح الشناوي بقى كناحيه فنيه بقى تركيزه لو المباراه بتلعب 90 دقيقه مركز 90 دقيقه ما بيفصلش ثانيه ثانيه ما بيفصلش لانه لو فصل ثانيه يبقى عنده مشكله لو المباراه 120 دقيقه بيركز 120 لو المباراه ساعتين هيركز ساعتين فدي من الحاجات اللي شناوي ما شاء الله بيعملها بشكل كويس قوي زائد طبعا ان هو عنده سرعه رد فعل يحسد عليها ما شاء الله يعني سرعه ذهنه حاضر دايما يا كابتن ذهنه حاضر جدا ومركز ودايما تحركاته مهمه قوي ان انا بتحرك تحت المرمى دايما كل ما انا بتحرك تمركزي يبقى صحيح بيسهل عليا قوي التعاون مع الكوره هنكمل الكلام عن الشناوي وهسال حضرتك برده عن تقييمك لدكه الاحتياطي برده في النادي الاهلي أكيد. ولكن بعد الفاصل الشناوي بطل ينقذ ركلة الجزاء محمد الشناوي بطل الشناوي توقيت ولا أروع وإنقاذ ولا أجمل والكرة إلى خارج الملعب المرة دي جدار الشناوي هو اللي ينقذ الكرة بسم الله ما شاء الله عليك ثروة قومية الجدار محمد الشناوي مرحبا بحضراتكم من جديد لسه معايا كابتن طارق سليمان بنتكلم على حراسه المرمى في النادي الاهلي وكنت بسال حضرتك يا كابتن قبل الفاصل على دكه الاحتياطي في النادي الاهلي وكنت عايز اعرف من حضرتك تقييم للعيبه كتير منهم طبعا كابتن مصطفى شوبير وكابتن علي لطفي. بصي يعني دكه النادي الاهلي دايما بتبقى خد بالك اوقات بتصنع الفارق يعني اوقات بتبقى الدكه هي اللي تصنع الفارق واوقات الدكه لو الدكه يعني لازم انا دايما كنت بهتم جدا بالحارس اللي بيلعب طبعا اكيد بس هو كده كده بيلعب فنفسيا وبدنيا ومعنويا وفنيا هو ما عندوش مشكله في اي حاجه فكان الاهم بقى كمان ان انا اهتم بالحارس الثاني والحارس الثالث ليه
لان لو ما لازم اهتم بيهم في الناحيه حتى في الناحيه النفسيه طبعا مهم جدا ما بيلعبش والحارس اللي بيلعب بيقعد كتير يعني بيلعب فتره كبيره الحارس الثاني والحارس الثالث ممكن ما يلعبوش فتره كبيره بس لازم يبقوا جاهزين معنويا نفسيا يبقوا جاهزين بشكل بنسبه 100% زائد كمان بقى التدريب لازم ياخدوا حقهم قوي في التدريب ولازم كمان يعني نفق طالما عندي وقت يعني في مسافه بين الماتشات لازم اتعمل لهم ماتشات وديه لازم ويلعبوا ماتشات وديه لان هم ما بيلعبوش ماتشات رسميه فالتجهيز بالنسبه لهم مش هيبقى تمرين بس تمرين بيتمرنوا بشكل كويس ودي. لازم يبقى في ماتشات وديه طيب عشان اوصله يعني في الحته دي معلش انا اسف انه الحارس المرمى بيبقى قاعد فتره طويله بيلعب وحد تاني احتياطي الحته دي بتبقى فيها منافسه ولا بتبقى فكره ان احنا لا فريق واحد يعني بيبقى بيتمنى ان الحارس اللي بيلعب ده يفضل على طول ولا هو بيبقى عايز ياخد مكانه وبتبقى نفسيا ازاي لا مفيش شك طبعا اي حد لو اي حد ما بيلعبش اكيد بيزعل بس بيبقى في زعل ايجابي الزعل الايجابي ده هو ده اللي انا بتكلم عليه انما انت هتزعل مش هتتمرن هيحصل لك اصابه هتيجي تلعب بصي دايما في حراس كتير جدا بيلعبوا فجاه ما هو مش ممكن انا هلعب والدنيا مترتبه بشكل كبير بلعب اوقات فجاه فلو انا مش عندي بقى مش مستعد لما هلعب مش هبقى كويس خد بالك الحارس اللي بيلعب ده ما هو شريف اكرامي لما الشناوي جه ما هو شريف اكرامي كان اساسي والشناوي كان احتياطي ولما لعب برده لعب فجاه قررنا حجاج فني ان احنا ندري الشناوي بدا مسك في الفرصه كمل نفس وبعدين الشناوي ما هو لعب كتير جدا بره النادي الاهلي قعد اكتر من 200 وشويه ماتش يلعب بره النادي الاهلي عمره ما كان يبقى اساسي منتخب مصر غير من النادي الاهلي كابتن طارق احنا معانا واحد من ولادك اللي انت صعدتهم الفريق الاول وكل الناس دلوقتي بتشكر في مستواه كابتن مصطفى شوبير ورحب بيك على شاشه قناه الاهلي اهلا بيك يا ساره ازيك يا كابتن طارق ازيك يا مصطفى ازيك يا حبيبي ازيك يا كابتن عامل ايه تمام يا حبيبي الحمد لله يعني تقول لنا كده يا كابتن مصطفى يعني اهم التعليمات كده اللي كنت دايما بتاخدها واللي اتعلمتها من كابتن طارق هو لو قلت لو قعدت كده لو معاكي وقت نقعد نتكلم لغايه بكره اتفضل يا كابتن طارق الراجل صاحب فضل عليا هو اول واحد طلعني الفريق الاول كان بطلب منه طلعت انا واحمد طارق كان عندنا يمكن 17 18 سنه وكان ما كانش احنا بس كان قبلنا كان بيطلع كان في جوان ثانيه كان في رمضان كان في محمد طارق على طول الكابتن طارق بصراحه في ميزه انه دايما بيختار الاجوان الصغيره تطلع وتاخد وتحتك وتاخد الخبره ولو هنتكلم لا على التعليمات في كتير جدا انا بقول لك مش الوقت مش هيسعف كابتن طارق مدرب كبير جدا ومدرب قدير جدا وانا كان ليا الشرف ان انا اتمرن مع كابتن طارق طبعا اكيد كابتن طارق ايه اللي بيميز كابتن مصطفى شوبير مصطفى انا يعني لما باجي اتكلم والله الناس بتفتكر ان انا بقول الكلام ده عشان مثلا كابتن شوبير مصطفى من الاجوان كويسه قوي قوي الولد ما شاء الله عنده سرعه رد فعل ما شاء الله يعني زي ما كنت بكلم على الشناوي عنده سرعه رد فعل مصطفى برده من الناس اللي عنده سرعه رد فعل غريبه سريعه جدا زائد كمان انه هو كمان مصطفى الكلام ده انا بقوله هو من دلوقتي قبل ما حتى يلعب وقبل ما الناس تشوفه مصطفى بيلعب تحت خشبات كويس قوي زي كمان عنده سرعه رد فعل حتى برجليه الحاجات القريبه اللي بتبقى محتاج ما بتبقاش عندك وقت تنزل بايديك فيبقى اقرب حاجه للكوره رجلك سواء رجلك اليمين او رجلك الشمال فمصطفى بيعملها بشكل كويس قوي يعني مميز فيها جدا مصطفى انا طلعته ما انا يمكن انا اول واحد ما انا مرنت مصطفى وعنده 8 سنين قبل حتى ما يخش النادي الاهلي بسنه كان هو واحمد بيتمرنوا مع بعض فباين انه في موهبه حتى انا كان في بعض الاوقات كنت انا قبل كنت كابتن شوبير في اي مقابله اقول له مصطفى هيبقى احسن منك فالولد ما شاء الله جول كويس جدا بيحب التمرين قوي برده قوي على طول تلاقيه قبل التمرين بساعه تلاقيه موجود في الجيم بيشتغل على نفسه كويس قوي وهو مستني فرصه زي ما بقول لحضرتك هي كوره كده جايه قريب طبعا فالفرصه واتمنى بقى ان شاء الله باذن الله بعد برده ما النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي ده يبقى في حسم الدوري باذن البطوله ان شاء الله وده كان بيحصل كتير حصل يعني انا حسبنا الدوري اكتر من سنه ورا بعضها كان كنا بيجي الحارس الثاني والثالث بيلعبوا فاتمنى ان شاء الله ان علي يلعب وان مصطفى يلعب لان مصطفى جول كويس وعايز اقول برضو النادي الاهلي مش محتاج حراس مرمى النادي الاهلي مش محتاج حراس مرمى زي ما بقول لحضرتك في الشناوي في علي في مصطفى خامه مبشره جدا جدا ولاد موهوب عنده قدرات فنيه عاليه جدا طب كابتن مصطفى برضه يبقى موجود احمد مع حمزه علاء عشان برضه ما انساش حد ما حدش يزعل أكيد. ومع رمضان ومحمد طارق فعندنا ما شاء الله اجوان كتير كويسه فمصطفى من الاجوان اللي بقول لحضرتك عليها هيبقى له مستقبل كبير مع النادي ومع منتخب مصر كل الناس بتشكر فيه كابتن مصطفى عايز اعرف منك برضه يعني ايه طموحك الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي وباذن الله بعد حسم لقب الدوري يوم السبت ان شاء الله احنا بناخد الخطوه بخطوتها احنا ان شاء الله عندنا مهم الماتش اللي جاي قدام فريق كبير من مصر المقاصه طبعا فرقه كويسه ان شاء الله هدفنا ان احنا نحسم الدوري ان شاء الله عشان يبقى في اريحيه وتلعب من غير ضغط وتلعب من غير اي حاجه وطبعا هدفنا الاول والاخير هو افريقيا اللعيبه كلها والجهاز كله كلنا على زي ما بيقولوا على قلب رجل واحد ومستنيين ماتش افريقيا بفارغ الصبر حتى يمكن
الراجل نفسه قال لك انا مش فارق معايا تاجيل مش تاجيل احنا مستنيين ماتش في اي ميعاد وده صح. فعلا بيحصل احنا من ساعه ما رجعنا بنحضر للماتش هدفنا للدوري وان شاء الله باذن الله نخلص الماتش اللي جاي وهدفنا بعده على طول طبعا افريقيا ده الهدف الاكبر لينا وحلمنا كلنا يعني حلم كل ان شاء الله احنا بنتعب وبنجتهد في التمرين وربنا ما يضيعش طعم حد. ما فيش اي ضغوط على اللعيبه يا كابتن الفتره دي يعني منه فكره الحسم اتاخر ماتش او كده خلاص يعني احنا الدوري شبه محسوم باذن الله. لا ما بصي ما فيش حاجه تقدري تقولي شيء محسوم غير لما تخلصي الموضوع نفسه وكل حاجه في ايدك انت مش مستني هدايا من حد بس انا قصدي انه ما فيش اي ضغط على اللعيبه اللعيبه مركزه في التدريب السنه اللي فاتت والكابتن طارق كان حاضر معانا الفتره دي كنا برده ممكن نحسب في ماتش الاسماعيلي وبرده التاجيل اتاخر لماتش المقاولين كان ربنا بكل تاخيره في اخر ربنا اخرها بالعكس استمتعنا اكتر مقاولين وكان روحنا كانت عاليه قلنا بعدها الزمالك وكان كنا كويسين جدا فما تعرفيش الخير فين وهتيجي امتى بس هي هتيجي ان شاء الله في الوقت المناسب اكيد يا كابتن واكيد بنتمنى انكم تفوزوا بافريقيا باذن الله يعني ده هديه الجماهير كلها كنا بنتكلم يمكن يا كابتن مصطفى على بس يعني نقطه قالها مصطفى حضرتك بتساليه بتقولي له يعني الدوري شبه محسوم رد عليك قال لك ايه قال لسه الدوري في الملعب مفيش حاجه اسمها محسوم غير لما ناخده رسميا ده اللي احنا اتعلمناه كلنا كجهاز فني كلعيبه كاداره يعني كل النادي مفيش حاجه اسمها اتحسمت حتى لو باقي هدف هنلعب عشان نجيب الهدف ده هنلعب عشان نجيب النقطه دي رغم ان باقي سبع ماتشات ما ينفعش انا كراجل موجود في النادي كمسؤول او لعيب او جهاز فني او مجلس اداره أكيد. ما اتحسمش الدوري ان شاء الله يتحسم الماتش اللي جاي باذن الله ان شاء الله باذن الله فده ده هو ده العقليه بتاعه اللي احنا بنتعلمها من الناس اللي موجوده ده بيوصله لنا الكلام ده زي ما قلت لحضرتك مجلس الاداره من اللعيبه اللي موجوده من الجهاز الفني المنظومة كلها ماشية كده يمكن كابتن مصطفى كمان كنت بتكلم مع كابتن طارق على قد ايه مركز حراسة المرمى ده بيبقى حساس جدا وصعب جدا وفي ضغوطات كتير ازاي كابتن يعني بتتعامل مع الضغوطات دي مبدئيا يعني برضو انا من اول فترة طلعت فيها خالص مع كابتن طارق او مش من اول فترة من اول يوم لينا في النادي الاهلي حتى في القطاع تحت انت بيطلب منك البطوله دايما انت بتلعب على المركز الاول دايما فانت طالع انت مهيئ ان انت بتلعب تحت ضغط انت بتلعب في احسن نادي في مصر واحسن نادي في افريقيا واحسن نادي في الشرق الاوسط واحسن نادي عربي فانت طبيعي ان انت مطلوب منك دايما المركز الاول يعني التعادل في النادي الاهلي بيبقى زيه زي الخساره فاحنا بالنسبه لنا احنا من تحت متربيين على كده مؤسسين فينا من زمان ان التعادل زيه زي الخساره احنا بنلعب دايما على المكسب وعلى المركز الاول فانت بتبقى طالع بتبقى مهيئ للاجواء دي طبعا بيبقى في ضغط وطبعا الدنيا بتبقى اشتهله زي ما الناس فاكره بس في الاول وفي الاخر انت لعيب نادي اهلي طبيعي يبقى انت تستحمل الضغوط وطبيعي بيبقى في انتقادات طبيعي بيبقى في كل حاجه وبتستحمل عشان خاطر الناس لو زعلانه زعلانه بس عشان عايزاك كويس وعايزاك تكسب انا بس يمكن في موقف انا لسه والله امبارح بتكلم حد معاه الكابتن طارق اتفضل لما حصل الدور بتاع ان الجهاز اتغير وكان الكابتن طارق ساب النادي كان في يومين قبلها وكابتن طارق برضه هيفتكر كلامي ده انا الموقف ده لازم اقوله يومين قبلها كان اتبلغ ان كابتن طارق ان في مدرب حراس اجنبي جاي مظبوط كده يا كابتن؟ مظبوط يا مصطفى تمام فاضل يومين ثلاثه في التمرين بالظبط على حسب ما افتكر يعني كابتن طارق يا جماعه والله العظيم ربنا يشهد على كلامي ده عمل احسن ثلاث تمارين عملهم من فتره يعني حد تاني كان ممكن يفكر ان لا وان انا خلاص ماشي او يعتذر ساعتها الراجل كان شغال لغايه اخر دقيقه في النادي يعني اكنه مكمل اكنه هيكمل الموسم ومهيئ للناس يعني احنا كنا زعلانين وهو زعلان جدا بس هو مبين لنا ان لا عادي وده النصيب ومش ده النصيب لدرجه ان احنا كان في حفله وداعيه كان كابتن شريف اكرامي كان عاملها له لما جبنا التورته احنا زعلانين وهو بيبتسم لنا ان لا عادي وده النصيب وركزوا محدش يزعل واللي جاي احسن وسدوا حيلكم مع الراجل ويمكن لغايه دلوقتي الكابتن طارق معانا على تواصل وبيكلمنا ولسه انا وهو حتى كنا مكالمه من قريب وبيكلم على طول مصطفى بيكلمنا معانا بيطمن علينا حتى لو محدش فينا بيسبب بيتكلم تلاقي الكابتن طارق رفع سماعه التليفون وبيتصل وبيطمن علينا فدي شهاده برده بقولها لسه مكلم علي حتى لطفي النهارده يا كابتن مصطفى اكيد هو دايما بيقول انه انت ابنه يعني طبعًا من واحد من طبعًا ابنائه دي حقيقة لان انا من وانا زمان انا واحمد طارق علاقتنا من واحنا عندنا 7 سنين مع بعض انا متربي في بيت كابتن طارق اصلا لا هما الاثنين اصحاب وهما الاثنين زي الاخوات بالظبط يعني في اوقات كتير جدا كان بيبقى مصطفى موجود مع احمد في البيت في مدينه نصر واوقات كتير قوي كان احمد بيروح لمصطفى في وادي النيل في هنا في مهندسين فهما ما شاء الله هي منافسه يا استاذ ساره زي ما قلت لحضرتك ما كان زمان ما كان في كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير ومنافسه وكابتن ثابت بيلعب اوقات شويه ويخش كابتن اكرامي يلعب ويخش كابتن شوبير هي كده الكوره يعني ما هو مصطفى مش ممكن هيبقى لوحده يعني حتى لو مش موجود احمد طارق هيبقى موجود سين هيبقى موجود عين هيبقى وهي منافسه وفي النهايه بتبقى المنافسه كلها في صالح النادي الاهلي وزي ما قلت لحضرتك كده اللي بيلعب وربنا موفقه زي دلوقتي كده ما هو الشناوي بيلعب
هتلاقي علي في ظهره، هتلاقي مصطفى في ظهره، والولاد معاه على طول وبيهيئوا له الجو. يعني بيهيئوا له احسن جو لازم يتهيئ لحارس المرمى من الموجودين كلهم، من مدرب الحراس ومن الحارسين اللي موجودين. نادرا جدا لما تلاقي مشكله. ليه؟ احنا في النادي الاهلي دايما بنبقى كلنا زي الصوره دي كده وانت بتضربهم هما الاثنين يا كابتن. احمد ومصطفى مع بعض دي برضو طبعا دي بعد ما طلعوا بشويه، بس زي ما بقول لحضرتك، هما الاثنين بيحبوا بعض قوي، وهي منافسه شريفه يا استاذ كابتن مصطفى. لسه معايا صح؟ معاك. يعني عايز اسالك برضو، مين قدوتك في حراسه المرمى يا كابتن؟ كبره مصر طبعا في كتير. بصي قصه ان انت تحدد قدوه واحد بس، ما شاء الله برضو كتر طبعا عارف الكلام ده. تيري تشيجن، هو بيحب تيري تشيجن ولا لسه ما قالش؟ بيقول لسه. بيحب تيري تشيجن طبعا، كاداء، كحركه اللعب بالرجل، كالحاجات دي الكره الحديثه زي ما بيقولوا. فطبعا الحاجات دي بتفرق مع اي فريق واي مدرب، بيحب الحارس اللي بيلعب برجله كويس ورجليه الاثنين زي بعض. فانا بالنسبه لي تير شتيجن طبعا. طبعا مانويل نوير في الاول طبعا اكيد حاجه يعني اسطوره، يعني الواحد لازم طبعا ياخدها خطوه. كنا بنتكلم على قد ايه المنافسه بتبقى مين في مصر يا مصطفى؟ مين في مصر يا مصطفى؟ اوعى اوعى. لا هو كابتن محمد الشناوي طبعا، وكابتن علي لوسي، وكابتن احمد شوبير طبعا. كابتن شوبير يا ابني. يا ابني كابتن شوبير جول كويس يا ابني. طبعا. كنا بنتكلم على ان المنافسه صعبه قوي يا كابتن مصطفى في مركز حراسه المرمى، ولكن برضو في الاخر فكره التيم الواحد او الفريق الواحد هي اللي بتطغى. ثاني كده معلش. كنا بنتكلم على انه قد ايه المنافسه صعبه في مركز حراسه المرمى، وانه بيبقى في حارس مرمى بيلعب فتره طويله وحد في الاحتياطي، ولكن برضو فكره الفريق الواحد في الاخر هي اللي بتبقى بتطغى. يعني انه احنا فريق واحد ومش مهم الاول مين يلعب، المهم ان احنا نكسب الماتشات دي. طالما انت بتجتهد في تمرينك ومركز في تمرينك. انا برضو كنت سامع كابتن طارق بيقول لك لازم الحارس وهو يتمرن بروح كويسه. ليه؟ لان هو هيتمرن وهو يعني زعلان، متضايق، حاجه زي دي هيتعور. دي فعلا ده اللي احنا عارفينه في الكوره. تمام. وطول ما انت بتتمنى الخير لزميلك كده كده لما تلعب التوفيق هيبقى معاك. فده الطبيعي، وده اللي اتعلمناه، وده اللي اتعلمناه في النادي من واحنا صغيرين. وبرده ده يعني اللي برده كابتن شوبير معلموني من زمان، يقول لي من زمان لعبت ما لعبتش، ما لعبتش. انت بتتمرن وبتعمل اللي عليك خلاص. فعشان كده بقى كابتن طارق، يعني نقطه زي دي فعلا، حاجه زي دي لما حاجه زي دي تديرها فيك من وانت صغير انت بتتربى عليها. فخلاص انت بتعود على اجواء من تحت. كان انا العب، احمد يلعب، فلان يلعب، مش مشكله، مش فارقه، المهم نكسب. وابقى زعلان ان انا ما لعبتش طبيعي، لان انا عايز العب وعايز ابقى كويس. بس في نفس الوقت عايز هو كمان يبقى كويس ليه وللفرقه. اكيد. طيب عايز اسالك برضو، ايه اللي ممكن يكون مدرب حراس المرمى يانكو ميشيل مركز عليه الفتره دي معاكوا يا كابتن مصطفى؟ هو مركز على كل حاجه، من اول اللعب بالرجل لغايه، يعني مش عايز اقول في نواقص، لان ما فيش نواقص. تتكلمي معاكي ما شاء الله احسن جول في مصر واحسن جول في افريقيا محمد، كابتن محمد الشناوي. فما فيش نواقص، انت بتزود معايا. هو الفكره، وان طبعا كابتن الشناوي بيستجيب بسرعه جدا من ايام كابتن طارق، ومن قبله ومن قبله هو حارس كبير جدا 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 طبعا، ما اقدرش انا اللي اتكلم عليه يعني. فهو الراجل بصراحه شغال، بيتعب معانا في التمرين كل يوم تمرين، بتلاقي دايما تشكيل في التمرين واشكال مختلفه وانواع مختلفه. والحمد لله دي النتيجه بتبقى باينه على كابتن محمد. وركلات الجزاء برضو يا كابتن مصطفى، يعني كنت بتكلم انا وكابتن طارق انه ازاي بيبقى مهم قوي ان حارس المرمى بيتوقع اللاعب ده هيلعب الكوره يمين ولا شمال. يعني كابتن طارق كان بيقول لي ان الركله اللي صدها الشناوي في مباراه الاتحاد، هو كان عارف وهو بيتفرج على التلفزيون انه هيحطها على اليمين، وان الشناوي هيرمي نفسه على اليمين. بس مش على طول يعني، بتوقع صح يعني. هو الفكره كلها بتبقى نسبه وتناسب. وكمان انت بتبقى متفرج على اللعيب من قبلها لعب فين، يا ترى هيغير المره دي ولا لا. فهي بتبقى زي ما بيقولوا مدارس. وواحد مثلا زي كابتن طارق عنده من الخبره ما يكفي ان هو شاف دي، قال لك لا هيترمي هنا وده هيحطها هنا. حد متوقع وحد عنده خبره وحد. وممكن يعني نسبه، زي ما قلت نسبه وتناسب، ممكن مثلا 70 30 ال 30% اللي تغلب، لازم على كل ال 70%. بالنسبه لتواليس ومتوقع بيبقى توفيق من عند ربنا. بشكرك جدا كابتن مصطفى شوبير، والحقيقه بتمنى لك التوفيق، وباذن الله نبارك لك وقريب على بطوله دوري وكمان افريقيا باذن الله. طيب بمناسبه ضربه الجزاء اللي اتصدت الاخيره دي، شاط احمد رفعت. احمد رفعت طبعا كان بيلعب في انبي، ومن انبي راح الزمالك وفي الاتحاد. هو كان قبلها شاد ضربتين جزاء. وخدي بالك دي من الحاجات الكويسه قوي قوي اللي بيعملها الشناوي. ان يعني الولد قبل المباراه دي كان شايل ضربتين جزاء في ماتشين قبل ما يلعبوا النادي الاهلي. وهو شناوي شاف الضربتين الجزاء دول، منهم واحده دخل الجون اتحطت على اليمين، وواحده اتشطت على الشمال واتصدت. ده الكلام ده انا بقول لحضرتك يعني كلام انا يعني عرفته يعني.
فطبيعي انا لما باجي اشوط ضربه جزاء ثالثه وشوط واحده على اليمين قبل كده ودخلت وشوط واحده على الشمال او شوط واحده في النص شوط واحده على الشمال واتصدت فطبيعي انا هلعبها على اليمين هلعبها على اليمين دي كانت يعني دي بقى بتراجع لان برضه هو عنده خلفيه واتفرج بالظبط لازم حارس المرمى يا كابتن يتفرج على المهاجمين طبعا اكيد بيتفرج على كل المهاجمين في كل الدوري في كل ماتش احنا بنلعبه بنجيب عندنا بنجيب المباراه اللي يعني نجيب يعني كم مباراه الاتحاد لعبهم قبل ما يلعب النادي الاهلي وبعدين نبدا نتفرج عليهم حتى في المعسكر وقبل المعسكر بيوم بناخد حوالي يومين او ثلاثه كل يوم بنتفرج على جزء من المباراه وفي بقى حاجات تخصصيه شويه ممكن احنا نجيب بقى المهاجمين نشوف المهاجمين اللي هيلعبوا ويبدا في تخصص شويه ضربات الجزاء اللي بتتشاط مين اللي شاط شاط احمد رفعت وشاط مثلا خالد قمر وشاط مش عارف مين فنبدا نتفرج على ابدا اشوف اللعيبه دي طبعا واشوف ده حط فين وطب لما شاط هنا جابها ولا ضيعها عشان انا كمان وقت ما بقى يجي ضربه جزاء جت ضربه جزاء فلما يبقى عندي الخلفيه دي ابقى الى حد كبير واخد ايه عندي خلاص ممكن ايه اقول نسبه كبيره ممكن تحط على اليمين بس انا مش عايز ابقى تقييمي ان انا افرض ضربه الجزاء دي جت هل انا تقييم الحارس المرمى ان حارس المرمى ده مش كويس لا دايما تقييم طبعا ضربه الجزاء حاجه كويسه والنادي الاهلي ما خسرش المباراه والمباراه طلعت تعادل كان ممكن النادي يخسر بضربه الجزاء دي بس دي مش تقييم نهائي على ان حارس المرمى ده كويس او وحش هي طبعا دي بتبقى اضافه كبيره جدا واوقات بتجيب بطولات ضربات الجزاء دي او بتدخل بطولات بس مش معنى كده ان لما يجي ضربه جزاء لازم كل مره الشناوي يصدها اكيد لا ضربه جزاء صعبه جدا وممكن يتشط عليه 3 4 ضربات جزاء وتخش مش معنى كده ان انا اقيم الشناوي وحش لا او مصطفى او علي او احمد لا ضربه الجزاء دي الى حد كبير جدا هي بتبقى طبعا ميزه جامده جدا لما حارس المرمى يصد ضربه جزاء انما مش معنى ان الكره لو دخلت ان انا ابدا اوجه اللوم لحارس المرمى واقول لحارس المرمى ده حارس مرمى مش كويس او حارس مرمى عنده مشكله الخبره بتفرق هنا برده يا كابتن يعني لما يكون حارس مرمى خبرته كبيره قوي في الملاعب بتفرق عن حد لسه جديد هو ما فيش شك طبعا يا استاذ ساره ان حارس المرمى لما يبقى عنده يعني رصيد كبير من المباريات من الخبره دي بتيجي ازاي من عدد الماتشات اللي بيلعبها فعدد الماتشات ده يعني معناها عدد مواقف لعب كتير فكل موقف بيعدي عليه هو اتكرر كتير يعني بقول لحضرتك هو لعب بره النادي الاهلي اكتر من 250 مباراه فهو جاي اوريدي النادي الاهلي هو عنده رصيد كبير من الماتشات فده بيساعده كتير قوي جوه النادي الاهلي انما هي الخبره بتيجي من هنا الموقف عدى عليك كتير زي ما بقول لحضرتك مثلا حضرتك دلوقتي قاعده في الاستوديو هنا دلوقتي وانا مش اول ضيف اجي لحضرتك يعني حضرتك يعني اكيد متمرسه يجي لك ضيوف كتير يعني هل اول ضيف مع حضرتك زي ثاني ضيف زي ثالث مش ممكن فحضرتك كل مره بتلاقي بتستفيدي من اللي موجود وحضرتك بتستفيدي من بتشوف تتفرجي على الحلقه ثاني احنا بنعمل كده احنا المباراه بتخلص عندنا حد موجود كابتن احمد سليمان موجود في النادي الاهلي دلوقتي متخصص الموضوع الفيديو ده بيجيب حاجات كل اللقطات كنت انا اقول له وانا موجود هات لي كل اللقطات اللي جت للشناوي كل اللقطات اللي جت للشريف اكرامي او لعلي لطفي او لمصطفى او اي حد بيلعب يجمع لي كل اللقطات دي وابدا انا اتفرج عليها والحاجه اللي انا عايزه اركز عليها واجيب الشناوي يتفرج عليها اقول له تعالى يا شناوي ونتفرج مع بعض ونبدا نتكلم المكان ده كنت التمركز هنا ما كانش مظبوط لا التمركز ده لازم يبقى هنا شويه لازم الكره دي انت استعجلت فيها شويه اتاخرت فيها شويه الكره دي هايله كل حاجة فيها صحيحة التمركز صحيح والتعامل والكرة صحيح والمهارة صحيح كل حاجة صحيحة فنبدأ نركز عليها ون إيه ونثبتها أكيد فهنا بقى مواقف اللعب الكتير دي بتخلي حارس المرمى يعمل إيه يبدأ يبدأ مستوى يرتفع أهم حاجة أستاذة سارة أنت تشوف الخطأ عشان تعرفي تعالجيه لو أنت عينيكي دي ما طلعتش الخطأ مش هتعرفي تعالجيه لو رحت للدكتور وعندك مشكلة ما وإداك علاج غلط بيبوظ لك الدنيا انما لما تروح الدكتور ويعرف على طول المشكله فين واداكي اسبرينه قد كده ممكن الاسبرينه دي خلاص الموضوع ما ياخدش معاكي ساعتين يوم تلاقي الدنيا بقت كويسه بس اهم حاجه تطلعي الخطا عايز حضرتك برضو تقيم لنا كده اللقطه اللي معانا على الهوا دي التدريب هو هنا ده. هو هنا طبعا هو هنا بعمل تمرين على سرعه رد الفعل بالزبط. من غير ما يبقى شايف الكوره يبدا يشوف الكوره يبدا هنا طبعا في ده استلام في مكان يعني في تمركز اول استلام وبعدين خلينا بقى نثبت بس حاجه عشان نتكلم على دي طيب هو هنا بيعمل ايه الراجل المدرب الاجنبي اللي هو ميكيل بيشوط الكره من تحت الستاره اللي موجوده دي فالشناوي بيبدا يشوف الكره امتى بعد تعدي من الستاره او بعد ما تعدي من على 6 يارده بالظبط بعد ما بتعدي فبعد ما تعدي بيكون المسافه قربت من مين الكره قربت من مين مش الشناوي فيبقى التعامل فتزود له سرعه رد الفعل
المسافه بقت ضيقه قوي فالوقت الزمني بقى قليل. هو طبعا انا بتحط الكره ببطن الرجل بس في النهايه انا بعمل يعني حاجه بعلي بيها سرعه رد الفعل بتعامل باشكال كتيره جدا مختلفه. ممكن وانا بشتغل احط يعني حاجات في الارض احط ممكن احط مواسير ممكن احط حاجه عشان الكره تخبط فيها تخبط فيها فلما تخبط فيها تغير اتجاهها بس بتبقى المسافه قريبه. كل الحاجات دي بتعلي بتنمي سرعه رد الفعل بس لازم اساس تبقى عنده. يعني انا في النهايه يعني ايه مش هاجي مثلا ايه حارس مرمى ما عندوش لان انا في اختبارات كتير قوي سرعه رد الفعل دي فلو ما عندوش خالص سرعه رد الفعل انا مش هخليها له كويسه. انا بنميها وبحسنها وبطور اطور لحد ما يوصل للفورمه اللي هو ايه اللي هو فيها اللي هو فيها. وفكره ان حارس المرمى دلوقتي يا كابتن بيلعب بقى برجله اكتر من قبل كده. شفنا الشناوي في كوره عملها لمروان محسن دخلت جون على طول. دي طبعا دي ميزه حلوه قوي يعني دايما دلوقتي في اوروبا ودي ميزه في الشناوي جدا في ميزه. ودي الحارس بص يا استاذه في عندنا مثلا مدرب زي جوارديولا جوارديولا بيروم مواصفات في اختياره لحارس المرمى. لو ما بعرفش يلعب برجلي الاثنين زي بعض ما بياخدوه بيقول لك لا مش محتاجه لان دلوقتي اهم حاجه في الكره الاستحواذ. اهم حاجه في الكره الاستحواذ. الاستحواذ ده بيبدا من حارس المرمى. لو انا عندي مشكله انا كراجل مدافع بلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او كسرد باكين موجودين في عمق الملعب قدام حارس المرمى انا لما بتزنق مين اللي فاضي في الملعب الفاضي اللي دايما ما بيتمسكش حارس المرمى. فانا كباك بقوم عامل ايه برجع لحارس المرمى. حارس المرمى ما بيعرفش يلعب برجليه هيقوم ماسك الكره وعامل ايه مديها ايه مديها واحده طويله. فلما تروح واحده طويله هنا بقت كام بقت نسبه الاستحواذ للاهلي كام او للفرقه الثانيه كام 50-50. انما لا انا لما استلم واعرف اباصي واعرف اعمل لونج باص واعرف اوقف الكوره العبها بلمستين العبها بثلاث يعني اقدر اتحكم في ان انا اباصي الكوره في مسافه ضيقه وبين ممكن المسافه بين السيرد باك والسيرد باك مثلا تبقى 3 4 متر واقدر احط الباص من بين السيرد باكين او من بين الباك وبين السيرد باك او العبها لونج باص طويله وتروح بالمقاس زي ما الشناوي عملها في مباراه الجونه. والشناوي عمل ايه؟ طلع مشي بالكوره لحد ما وصل قرب من نص الملعب وهو ما شاطهاش حضرتك لو شفتيها هو ما شاطش الكوره. ايوه هو حطها لمروان يعني هو حاططها يعني ايه منشن على مروان صح مروان استلمها وحطها. فهنا برضو هنا زي ما بقول لحضرتك الحاجات دي كلها بتبقى مهمه جدا لحارس المرمى دلوقتي. بس مش دي لوحدها زائد طبعا في حاجات تانية اللي اتكلمنا عليها الحاجات اللي بتتعامل اللي هي سرعه رد الفعل والكلام ده زائد طبعا ان انا كمان يبقى عندي حسن التوقع ورا خط الظهر. يعني بقدر اتعامل ورا خط ظهري كويس ودي ما شاء الله بيعملها الشناوي بشكل كويس قوي مميز فيها جدا. بتلاقي الكوره في اللحظه اللي انا محتاج فيها الشناوي يكون موجود بيبقى متواجد. فما شاء الله انا شايف ان يعني عشان مش عايزين نحسد الشناوي ما شاء الله الولد ما شاء الله عليه بيأدي بشكل كويس قوي قوي وفتره مش قليله فتره كبيره فهنا في ثبات في المستوى. ما شاء الله دلوقتي يعني الثبات في المستوى ده يا كابتن بيجي من التدريب المستمر ولا والماتشات. انت كنت من الماتشات؟ اه طبعا مش بالتدريب بس مش بالتدريب بس لازم الماتشات طبعا الاثنين مع بعض. انا بلعب كل 3 ايام ماتش. انا ممكن تدريبي يبقى قليل جدا دلوقتي التدريب نفسه يبقى قليل جدا الولد بيجي ثاني يوم الماتش بيعمل ريكفري وبعدين بتمرين خفيف ويلعب ماتش. ففورمه الماتشات موجوده خلاص فورمه الماتشات موجوده. فالمهم بقى دلوقتي في الثاني والثالث دول اللي محتاجين شغل اكتر دول اللي محتاجين يبقى لو في فرصه في ماتش ودي لو في فرصه ان يبقى فيه جرعه تدريبات زياده شويه ليهم. ليه؟ لان هم دلوقتي بيبقى فيه تمرين خفيف قبل الماتش بيوم فهو طبعا هيتمرن تمرين خفيف يوم المباراه هو ما بيتمرنش فبالنسبه له ده يوم 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 بيضيع. وتاني يوم المباراه الحارس الاساسي بيريح برضه او بيبقى تمرين خفيف. طب يعني شايف لو الدوري اتحسم يوم السبت ان شاء الله يعني يبقى من الافضل من وجهه نظرك طبعا ان فايلر يبدا يعتمد على حد غير الشناوي بس لمجرد التدريب او ان هم يدخلوا ينسجموا في فكره مفيش اللعب. أنا يعني حضرتك وجهه نظر حضرتك يعني اكدت عليها ان بتقولي من وجهه نظرك من وجهه نظرك بالظبط بس دي حصلت معايا وانا موجود. السنه اللي فاتت مش اللي فاتت طبعا اللي فاتت كانت صعبه. ليه؟ لان حسمنا الدوري قبل البطوله بماتش واحد بس وكان اخر مباراه كمان كان الزمالك فكان لازم برضو الشناوي يلعبه. فالظروف يعني من وجهه نظرك ان ممكن يبدا الاعتماد على مصطفى شوبير وعلى علي لطفي الماتشات اللي جايه. ليه بقول كده؟ انا حسمت الدوري خلاص ان شاء الله باذن الله يتحسم يوم السبت فيبقى عندي تقريبا 6 ماتشات. الست ماتشات دول هيبقى فيهم ماتشات جامده. هيبقى فيهم ماتشات جامده قوي يعني زي مثلا ماتش زي مباراه بيراميدز زي مباراه يعني فيهم ماتشات بتبقى جامده ابقى برضو عامل حساب ان انا ممكن اديها للحارس الاساسي. انما هيبقى عندي برضو طبعا كل الماتشات جامده انا ما فيش ماتش سهل عشان بس انا بتكلم كراجل مدرب طبعاً. كل الماتشات صعبه كل الماتشات طبعا انما في ماتشات انا ببقى يعني ده ممكن ياخدوا الشناوي صح. انما لازم ادي ماتشات لعلي ولازم ادي ماتشات لمصطفى. ليه؟ لان انا عندي هدخل في افريقيا
وانا ممكن في لحظه خد بالك في لحظه ممكن يقول اسامي مبقاش موجود. اكيد اكيد ايا كان السبب. انت عارفه الكره متغيراتها كل طبعًا. ثانيه هي دي كره متغيرات القدم. الكره يعني اكتر مجال في العالم فيه متغيرات سريعه مجال كره القدم. ما بيثبتش على حال في كل لحظه. فانا دلوقتي لازم برضو ابقى انا اللجان اللي عندي دي يبقى عندهم برضو نسبه مشاركه. انا لما يجي النهارده علي يلعب لما يجي مصطفى يلعب لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى علي بيلعب برضو هو عنده برضو ايه يعني عنده يعني مخزون لعب حتى ولو ماتشين لو ثلاثه يفرقوا معاه. احنا السنه اللي فاتت يا استاذه ساره لما خدنا الدوري احنا لولا الحارس الثاني والثالث وبعض الاوقات كان موجود معانا مصطفى احتياطي في مباراه او اثنين ما كناش خدنا الدوري. احنا مباراه الجونه في الجونه كان نجمها شيف اكرامي اللي كسبناها 2-1 لولا برضو شيف اكرامي مش جاهز. شيف اكرامي السنه اللي فاتت لعب اكتر من 8 ماتشات في الدوري كان برضو حصل اصابه للشناوي. علي لطفي لما شيف اكرامي جه في نهايه الموسم برضو كان عنده اصابه. علي لطفي مباراه المصري اللي كانت في استاد حرس الحدود احنا كسبنا المباراه 2-0 نجمها الاول علي لطفي وكان موجود احتياطي مين؟ الحارس الرابع اللي هو مين؟ مصطفى شوبير. فتخيل الحارس الرابع بقى فين؟ بقى على الدكه. يعني نسبه مشاركته بقت موجوده بشكل كبير جدا. يعني لا قدر الله وحصل حاجه لعلي هيخش مين؟ هيخش مصطفى. انا بتفق معاك. يبقى احنا الحارس الرابع دلوقتي بايه؟ ممكن يبقى عنده فرصه مشاركه. فعشان كده انا لما ربنا ان شاء الله يكرم ان شاء الله باذن الله في مباراه المقصه واقدر احقق البطوله يبقى انا ممكن نظري طبعا ممكن يبقى الجهاز الفني راي اخر. دي يعني دي راجعه للجهاز الفني طبعا والراجل الاجنبي والراجل اللي معاه. عشان كده كنت بسال من وجهه نظر حضرتك. طبعا. طيب يعني كابتن شايف يعني حظوظ برضو النادي الاهلي قدام الوداد في افريقيا ازاي فرص النادي الاهلي؟ ما فيش شك طبعا ان البطوله صعبه واحنا بقالنا فتره يعني البطوله دي غايبه عننا رغم ان احنا طبعا يعني البطوله دي كانت بتبقى دايما يعني قريبه مننا قوي ولكن في بعض الاوقات يا استاذه ان شايفها وكان يعني البطوله دي احنا خسرناها اكتر من سنه بفعل فاعل. والله الكلام ده انا لا بعلق شماعه ولا انا بقول كلام انا شفت كلام قدامي وقدام عينيا وانا موجود في الملعب. لا قول لنا يا كابتن. شفت احنا خسرنا البطوله دي اكتر من مره بفعل فاعل. يعني السنه اللي احنا وصلنا فيها نهائي وخسرنا من الترجي 3 في تونس. لا احنا شفنا يعني هنا بعد المباراه الاولى بتاع 3-1 شفت الضغوط كانت عامله ازاي. لا ده احنا توقف مش عارف وليد ازارو ورحنا هناك كان في حرب هناك وكان في الاتوبيس اتكسر وهشام محمد اتعور واتفتح واكتر من كام غرزه. احنا كنا ما بنلعبش مباراه. كانت احداث صعبه جدا فعلا. احداث صعبه جدا. لا ومن هنا ده من هنا لا الدنيا كانت صعبه وليد ازارو حاجات كتير قوي حصلت. دي البطوله دي اللي خسرناها وكنا كسبينها 3-1. البطوله برضو اللي كان اللي بعديها لو حضرتك فاكره مع الـ الوداد تعادلنا هنا 1-1 وكان لنا ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس ما اتحسبتش. وضوح الشمس رحنا هناك مع بكاري جسامه. لا بكاري جسامه حج المباراه حجمها من اول ثانيه. انذارين لمحمد فتحي ولاجاي في اول ربع ساعه او اول 10 دقائق باين قوي ان الراجل ده بيقول مش لا انتوا الماتش مش هتاخدوه البطوله دي هياخدها الوداد. انا بقول الحاجات انا شفتها اللي انا بقول اللي انا بعلق شماعه. احنا البطوله دي عملنا احسن اداء في تاريخ النادي الاهلي كان في البطوله دي. كان ناقصها بس ان احنا ناخد البطوله. لان احنا كسبنا النجم الساحلي حضرتك فاكره 6-2 عندنا هنا في مصر وكنا خسرنا 2-1 في تونس. لا الاهلي كان عامل مشوار حلو جدا. احنا كنا متعادلين مع الترجي هنا يا استاذ ساره 2-2 هنا 2 ورحنا كسبنا الترجي هناك 2-1. فاحنا عملنا البطوله دي كويسه قوي. حتى مع الوداد هنا كنا كويسين قوي. الحكم ظلمنا الحكم الاثيوبي وضرب الجزاء واضحه وضوح الشمس ما اتحسبتش هنا. تعادلنا 1-1 رحنا هناك الحكم بكاري جسامه حكم المباراه. فاحنا بقالنا اكتر من سنه بنخسر بفعل فاعل. لا الدنيا حتى في مباراه الصن داونز السنه اللي فاتت اتظلمنا كتير قوي هنا. برضه حكمها بكاري جسامه. يعني تحس ان هو مثلا بقى مقرر. وكان في تقارير مغربيه بتقول انه بكاري جسامه برضه هو اللي هيحكم مباراه الاهلي والوداد ولكن القوانين بتقول انه ما ينفعش ابدا. حكم بقى يعني بقى بالشكل ده ضد النادي الاهلي. حكم واضح جدا ان هو يعني مش لا انا مش عايز تديني اكتر من حقي. اديني حقي بس ما تعملش معايا بالشكل ده. لا ده حكم الامانه يعني مش عايزه يعني ظلم يعني انما حكم لا حكم ظالم بكاري جسامه ده ومعلم. حط تحت معلم دي 100 خط. حكم معلم يعني بيعرف يمشي المباراه زي ما مش غشيم. يعني لو حكم غشيم هيبان قوي تحيزه للفريق الخصم ويبقى باين قوي ويبقى غشيم حتى في ظلمه للفرقه. هو فعلا بيعرف ازاي يدير المباريات. بيعرف يخرج المباراه زي ما هو عايز. بيخرج المباراه زي ما هو عايز بدون ما يبقى يعني هو بيشتغل في حاجات. يعني احنا مثلا الماتش اللي هناك
احنا كنا ضاغطين وداد جامد جدا وحسب حوالي اربع احنا كان وقت ضايع كان وقت ضايع كتير جدا حسب ثلاث دقائق صفر قبل 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 المباراه بتخلص بالدقيقه و40 ثانيه ما لعبناش غير الدقيقه و20 ثانيه وصفر برضو احنا كنا قريبين جدا نتعادل ولو تعادلنا هيبقى في ضربات جزاء هنخش المباراه ثاني لان احنا كنا متعادلين 1-1 فهو اما صفر قبل الوقت الضايع ما يخلص زائد ان هو في اول مباراه مد انذار لاحمد فتحي ومد انذار لاجاي فبين قوي ان الحكم واضح ان هو يعني ايه بيدي كارت ارهاب للعيبه لا هو وكمان في الدوري المصري برده يا كابتن يعني انا مش حابه اتكلم قوي عن التحكيم هي حته حساسه ولكن برده المباراه اللي فاتت شفنا يعني كان في ضغط شويه من الحكم ابراهيم نور الدين على اللعيبه بشكل عام وكان في اخطاء تحكيميه بصي كتيرة انا بصي الاخطاء التحكيميه دي انا ما عنديش مشكله فيها طالما غير متعمده تمام. يعني ايه انا ممكن حكم سواء ليا او عليا بتحصل وانا ببقى بعرف اقيم الحكم اللي بقى عنده خطا غير متعمد انما بيبقى في اخطاء يا استاذه بتبقى باينه قوي ان انت لا باين قوي ان انت منحاز ان انت عايز الفرقه تخسر حتى في تعاملك مع اللعيبه حتى في ردود افعالك مع اللعيبه فيها حده ليه يعني ليه بتتعامل مع اللعيبه بحده قوي كده ده بيحط ضغط على اللعيبه كمان طب بيحط ضغط على اللعيبه باين قوي يعني فطبيعي ان انت تبقى في التعامل مع هنا وهنا يبقى لا دايما الحكم يبقى مبتسم للعيب دايما يبقى طبعا يبقى حاسم انا بقولش مشكله يبقى عنده حسم في قراره يبقى عنده حسم في توجيهاته انما بدون ما يبقى في حده في التعامل مع لعيب ولعيب اخر ما بقاش فيه ايه الحده دي يبقى يعني هنا في ابتسامه وفي يعني توجيهات بشكل معين ويجي ضد مع النادي لا انا بقول في اخطاء في الكوره موجوده في كل انما الاخطاء دي ما تبقاش في اتجاه واحد بس ما تبقاش في اتجاه النادي الاهلي بس لا يعني شفنا السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل السنه اللي فاتت تقريبا ضربه الجزاء الواضحه جدا في ماتش الانتاج ده وليد ازارو يعني ده واحد متعلق فيه واخده براوليه كده وعامله عامل زي بيكون بيلعب كاراتيه وما اتحسبتش ففي حاجات كده واضحه وضوح الشمس احنا السنه اللي فاتت خرجنا من 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 كاس مصر من بيراميدز ازاي احنا كان لنا ضربه جزاء يعني واضحه وضوح الشمس مع 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 كابتن جهاد جريش وطلع اعتذر المباراه اللي قبليها طلع اعتذر طب واحنا كل مباراه هنستنى اعتذار من الحكم ونخسر مباراه او نتعادل مباراه او لا اكيد لا وان شاء الله يكون اقوى رد برده يا كابتن هو بعد الفوز بالدوري باذن الله الفوز بافريقيا ان شاء الله الحقيقه شاء الله كابتن طارق سليمان نورتني واستمتعت بلقاء حضرتك النهارده شكرا يا استاذ ساره سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك ودايما انا دايما لما باجي بيتي ببقى يعني في يعني ببقى جاي فرحان وسعيد ان انا بشوف يعني حبايبي بقى لي كتير ما شفتهمش يعني فبشكرك واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يبقى في حسم ان شاء الله يوم بإذن الله ان شاء الله وباذن الله بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله تبقى موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بشكر حضرتك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعه وباذن الله حلقه جديده من برنامج السادسه الاسبوع الجاي استنونا